عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب، أخبار حضراتكم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. أنا النهاردة كده بإذن الله يعني إيه هبعت لكم فيديو كده، يعني إن شاء الله يا رب ما أخرش وما بقى يعني إيه ما يأخرش في النزول، يعني بالكتير إن شاء الله كده ممكن ينزل على بكتير أوي لو قلت إن أنا أخرت على العشاء. فيعني أنا يعني أرجح إن الفيديو ده ممكن ياخد ساعة بالكتير أو 40 دقيقة ممكن، فيا رب إن شاء الله ما أخرش على حضراتكم. وأنا بس همسك الاستعداد بتاع الدكتور وأنا مجمعة عندي، فان شاء الله كده همسك واحده واحده كده بس نفهم كام حاجه. على هنعدي على كل سلايد، هم على اعتقد 160 مش هياخدوا مننا على طول يعني باذن الله. فيلا نبدا كده ونسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم. هنخش كده اول حاجه على الشابتر الاول، الانترودكشن بتاع الكمبيوتر وعلم الكمبيوتر وكده. واول حاجه عندي هو عاوز يعرفني ايه هو الكمبيوتر. هو الكمبيوتر جهاز، هو بيقول بروجرامبل الكترونيك ديفايس، جهاز الكتروني مبرمج. مبرمج على انه يعمل ايه؟ مبرمج على انه ايه يعمل اكسبت للداتا اللي عندي، وكمان بيعمل بيرفورم للعديد من الاوبريشنز اللي موجوده على الداتا دي نفسها. يعني بيقبل الداتا اللي عندي اللي انا بدخلها له، وبعدين بيبدا يعمل لها هو كام اوبريشن او كام عمليه عنده اللي هنعرفها دلوقتي حالا بس. وبعد كده بيخزن الداتا. يبقى هو اول حاجه بيعملها ايه؟ بيعمل اكسبت للداتا، وبعدين بيبدا يعمل اوبريشنز عليها وبيبدا يخزنها بقى على حسب الامر اللي انا اديته له. فالبرايمري بيزك اوبريشن هي دي الاوبريشن اللي هو اللي بتتعمل على الداتا اللي احنا هنقولها دلوقتي. اول حاجه اللي هي الانبوت اللي هي الادخال والبروسيسنج المعالجه والستورج التخزين ثم الكوميونيكيشنز التواصل وكده. فاول حاجه الانبوت، احنا الانبوت دي اللي احنا بنعمل عنها ايه؟ انترنج داتا اللي احنا بندخل من عليها الداتا. بعدها البروسيسنج، الجهاز بيبدا يعمل بروسيسنج للداتا اللي انا دخلتها له. بعد كده بيعمل اوت بوت اللي هو الاخراج. يعني انت دخلت داتا، زي مثلا لنفرض انا دخلت حرف الاس انبوت اللي هو عن طريق مثلا الكيبورد ولا حاجه، الاوت بوت بتاعه ان هو كتب لي في الخانه اللي انا عاوز اكتب فيها الاس، فده معناه الاوت بوت اللي هو ايه بريزنتنج ذا ريزلت، اللي هو ايه بيعرض عليا النتيجه اللي انا عملتها في الانبوت. بعدها الاستورج، الاستورج بقى التخزين، لو انا حبيت اخزن او اعمل سيفنج للداتا والبروجرامز اللي انا عملتها عملت لها انبوت وكده. اخر حاجه الكوميونيكيشنز، ودي بقى اللي انا لو حبيت بقى ابعت الداتا مثلا لشخص معين عندي، زي ما احنا بنعمل ملفات لبعض لما نبعت ملفات لبعضنا وكده. يعني تاني حاجة عندي الفرق بين الداتا والانفورميشن. الداتا عندي ان اورجانيزد فاكتس، حقائق يعني غير منظمة، حاجات بتبقى انا بدخلها له ممكن بتبقى بيانات هي بالنسبة للكمبيوتر مش منظمة. زي ما نفرض مثلا انا عمرو عندي مثلا 19 سنة بدرس في كلية التمريض، دي كلها قدام الكمبيوتر بيانات عادية جدا، هو مش ممكن ما يعني ايه دي بيانات صغيرة، هو انا عايز اعمل ايه؟ عايز احولها لانفورميشن، يعني دي داتا اللي انا حطيتها له ان انا عندي 19 سنه، ان انا في كليه التمريض وكده، دي بيانات عنده اللي هي الداتا. فانا عايز احولها ايه الانفورميشن، فعايز انا احولها الانفورميشن عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل لها عمليه بروسيسنج. بروسيسنج يعني ايه؟ يعني انا مثلا بنعمل ايه اللي هو يعني مش هطول عليكم، بنعمل لها انفورميشن بروسيسنج. يعني يبقى الداتا هي اللي بتبقى ايه ان اورجانيزد فاكتس، والداتا اللي هي بتبقى من اشكالها والفورمز بتاعتها زي ما هو كاتب، التكست والجرافيكس والاوديو والفيديو والحاجات دي. الانفورميشن بقى هو بيقول لك داتا ذات هاز بين بروسيسد، الداتا اللي بتعالج، الداتا اللي بتعالج هي دي الانفورميشن. فالانفورميشن بروسيسنج العمليه اللي بنحول منها كونفرتنج داتا انتو انفورميشن، العمليه اللي بنحول منها الداتا الانفورميشن. يبقى الداتا دي هي الحاجات الصغيره اللي انا بحولها لحاجه كبيره اللي هي الانفورميشن. بعد كده ان شاء الله اخش على الكمبيوتر جينيريشنز اللي هي اجيال الكمبيوتر. في بقى اول جيل اللي هو الجيل الاول الفيرست جينيريشن كمبيوتر. شوفوا انتوا بقى السنين، يعني انا اعدي كل ده، الحاجات دي حفظ يا جماعه، فانتوا ايه اقروها معايا كده، وقفوا الفيديو واقروها معايا. فانا اهم حاجه عايز اقف عند كام حاجه، وانا كنت معلم على الحاجات دي لما كنت بذاكر فيها. هو بس اول شابتر حاجه اللي انا ذاكرته، وبعد كده يعني ايه ما ذاكرتش خالص الحاسب دي يعني. فيعني ايه اول حاجه هنبدا معاكم، معلش فرجعت لحضراتكم معلش بس. فهنكمل الفيرست جينيريشن كمبيوتر اللي هو الجيل الاول من الكمبيوترز، ده بيبقى انيرموس ضخم، وبيبقى باورد باي او شغال عن طريق الفاكوم تيوبز اللي هي بتبقى ايه، يعني انا ترجمتها لقيتها انابيب مفرغه. فانا للاسف وانا ما شفتش شكل الفيرست جينيريشن بتاع الكمبيوتر ده، فللاسف ايه يعني انا فنضطر نحفظ اللي هو ايه لما يجي يقول لك باورد باي ايه الفيرست جينيريشن كمبيوتر، تقول له الفاكوم تيوبز اللي هي الانابيب المفرغه بقى. فبيقول لك هو بيستخدم جريت ديل اوف الكتريسيتي، او بيستخدم كهربا كتير جدا، وجنريتد ا لوت اوف هيت، يعني هو بيستخدم كهربا كتير جدا وبيولد او بيعمل حراره كبيره جدا. ومن امثلته الكلمتين دول، او انا مش عارف مش الاختصارهم دي يعني، فانت تعرفوا من الاختصارين دول مش موجودين غير في الجيل الاول بس. تاني حاجه السكند جينيريشن كمبيوترز،
ده يعني لما يقول لك اليوز ترانزستور، يعني احنا بنستعمل الترانزستور في الجيل الثاني من الكمبيوتر. فدلوقتي لما يجي يسألك سؤال ويقول لك الترانزستور، الترانزستور بيستخدم فين؟ في الجيل الثاني من الكمبيوتر. بعد كده هو بيوصف الكمبيوتر بيقول له ان هو سمولر ومور باورفول وشيبر ومور افيشنت اند مور ريلايبل. ريلايبل يعني مثلا هو بيقول لك ان هو اصغر وكمان في نفس الوقت اقوى وارخص من الجيل الاول اللي كان قبله، وكمان مؤثر عن الكمبيوتر الاول. بيقول لك ايوه ان هو efficient، يعني سوري يعني مؤثر او فعال او ذو كفاءة عالية يعني. والريلايبل هو معناه ان هو يبقى موثوق بيه، موثوق بيه ان هو يعني يبقى هو اول حاجة ان هو التاني او الجيل التاني بيبقى عبارة عن ايه، ان هو smaller و powerful و cheaper وفي نفس الوقت efficient و reliable اللي هو الموثوق بيه. بعد كده البونش كارد والميجانيك تاب، الحاجات دي او البونش كارد والميجانيك تاب تاني دي حاجات زي ايه، حاجات كده او اوبشن زيادة في الجيل التاني، يعني حاجات زيادة اتحطت في الجيل التاني. بتعمل ايه بقى؟ بتعمل انبوت وستور للداتا. يعني انت ما كانش في الجيل الاول حاجة مثلا انبوت ولا حاجة او تعمل ستور داتا، بس البونش كاردس والميجانيك تاب، الميجانيك تاب دي برضو الماجنتيك سوري الماجنتيك تاب، انا عمال اقراها غلط من الصبح. الماجنتيك تاب دي بتستخدم للانبوت والستور داتا برضه. بعد كده الجيل الثالث هو الثيرد جنريشن كمبيوتر، ده بيبقى فيه الانتجريتد سيركتس. سوري معلش، فهنرجع لحضرتكم تاني معلش، انا رحت اتاكد من النقاط. الانتجريتد سيركتس اللي هي الانتجريتد سيركتس اللي هي دوائر متكامله، وانا مش ما فهمتش برضو ايه معناها، بس انا بتكلم في ايه، ان انت اربط الكلمه دي بالجيل ده. سوري، احنا نربط الجيل دايما نربط اي كلمه زي ما احنا خدناها في المره اللي فاتت. احنا نراجع برضو الاول، احنا قلنا الكلمتين اللي هي فيهم اختصارات دي نربطهم بالفيرست جنريشن الجيل الاول، والترانزستور نربطها بالجيل الثاني، والبونش كارد برضو والماجنتيك تاب. بعدها الجيل الثالث احنا هنتكلم على الانتجريتد سيركتس، هنربطها برضو بالجيل الثالث. بعدها برضو ان الكيبوردز والمونيتورز، الكيبورد والبروسيسور برضو او المعالج او المراقب برضو بدأ ايه يظهر في الجيل التالت. سوري، بعد كده الجيل الرابع، الجيل الرابع بقى اللي هو ايه موجود حاليا لحد دلوقتي، اللي هو بيقول من سنة 71 وموجود لحد دلوقتي. فاحنا اللي كانوا بيستخدموا فيه المايكرو بروسيسورز، لان في الاول والتاني والتالت البروسيسور كان بيبقى كبير، عشان كده بيبقى بنلاقي الكمبيوتر بيبقى حجمه اكبر. ففي نفس الوقت فاحنا خلوا المايكرو عملوا مايكرو بروسيسورز بحيث ان بحجم المايكرو البروسيسور نفسه ما ياخدش حيز كبير في زي اللابتوبات اللي طلعت جديد وكده. بعد كده في كيبوردز وماوس ومونيتورز وبرينترز، واستعملوا هنا بقى في فرق بين الماجنتيك ديسك. هنا احنا قلنا الماجنتيك تاب في موجود في السكند جينيريشن، لكن الماجنتيك ديسك والاوبتيكال ديسك والفلاش ميموري، الحاجات اللي هندرسها قدام شويه قدام شويه في الريكورد قصدي، يعني بندرسها في الفورث جينيريشن. بعد كده الكمبيوتر نتوركس والوايرلس تكنولوجيز والانترنت انتروديوس، بقى بدأوا يظهروا الكمبيوتر نتوركس والوايرلس والحاجات دي كلها. بعد كده الفايف جينيريشن، الفيفث جينيريشن سوري، الجيل الخامس اللي هو بقى اللي بدأ يظهر في ايه الارتفيشال انتليجنس، الذكاء الاصطناعي والاوبتيكال كمبيوترز والنانو تكنولوجي والحاجات المتقدمة اللي هي ان شاء الله نشوفها في المستقبل ونحضرها يعني ان شاء الله. بعد كده هندخل على طول على الهاردوير. الهاردوير دي اللي هي البوردز او الاجهزه اللي بنوصلها بالكمبيوتر عشان نكتب او نعمل عليها الداتا او نسجل من عليها الداتا وهكذا. يعني بتتكون من انترنال هاردوير والاكسترنال هاردوير. الانترنال هاردوير بتبقى موجوده في الانسايد ذا مين بوكس في السب السيستم يونت جوه، لكن الاكسترنال هاردوير في الاوتسايد بتاع السيستم يونت من بره كده، اللي في الاوتسايد الاكسترنال، لكن الانترنال بيبقى في الانسايد. الهاردوير هنا بقى بيكون من 3 حاجات بالظبط، او سوري 5 حاجات، لان احنا قلنا الـ5 عمليات اللي احنا قلناهم الانبوت والبروسيسنج والاوتبوت والستورج والكوميونيكيشن. فالهاردوير دي هي الاجهزه اللي بنعمل عنها، اللي احنا بنعمل من عن طريقها الـ5 بروسيسنج للكمبيوتر. اول حاجه الانبوت ديفايس اللي هو زي الكمبيوتر، سوري اللي هو زي الكيبورد والماوس والسكانرز واللي هي والبرينتر برضو، سكانر اللي هي البرينتر والكاميرا والمايكروفونز والجويستيكس اللي هي بتاع الالعاب وكده. تاني حاجه البروسيسنج ديفايس اللي احنا بنعمل من عليها زي ما احنا قلنا في الاول، بنعمل بيرفورم اوبريشن اند بروسيسنج اون داتا، اللي احنا بنحول عن طريقها الداتا لانفورميشن، اللي هي ايه، اللي هي المعالج بتاع الكمبيوتر اللي احنا كله عارفينه، اللي هي ايه السنترال بروسيسنج يونت او السي بي يو ده اختصارها.
اللي هو المعالج بتاع الكمبيوتر الاساسي او وحدة المعالجة المركزية، والميموري كمان برضو. تالت حاجة الاوت بوت ديفايس اللي احنا بنستلم منها او اللي الكمبيوتر بيقدم لنا عنه النتائج اللي احنا عملنا لها انبوت، زي المونيتورز والبرينترز والسبيكرز والبروجيكتورز. سوري انا غلطت هنا، هو هنا الاسكانر في الانبوت، لكن سوري البرينتر موجود في الاوتبوت، معلش انا اتلخبطت في الهيتري معلش. رابع حاجة هنا الاستورج ديفايسز بتاع الهاردوير اللي احنا مثلا بنستخدمها عشان نعمل ستور للداتا، وبنسمح نعمل اكسس للداتا ان هي يحصل لها في الاستورج ميديا وكده، زي ايه، زي اليو اس بي فلاش والدي في دي ديسكز والحاجات دي. خامس حاجة الكوميونيكيشن ديفايسز اللي احنا بنعمل من عن طريق ايه، allow اليوزر تو كوميونيكيت ويز اذر، ان احنا نبعت فلان يبعت لفلان وكده، زي المودمز والنتورك ادابترز. والمودمز على فكرة والنتورك ادابترز برضه هنعرفها قدام في الريكورد. بعد كده هنتكلم عن السوفت وير. السوفت وير ايه هو؟ السوفت وير اللي هي البرامج والانستراكشنز والتعليمات اللي انا بقول للكمبيوتر، او يعني بتكلم الكمبيوتر عنها وبقولها انا، يعني اللي هو تو تيل ذا كمبيوتر هاردوير وات تو دو، اللي هو انت تعمل ايه لو انا عايز ايه من الكمبيوتر عن طريق البرامج والانستراكشن دي، هو ده السوفت وير. تاني حاجة بقى السيستم سوفت وير، اللي هو مثلا لو اي حد عنده لابتوب السوست سوري السوفت وير بتاعه بتاع الجهاز نفسه ممكن يبقى ساقط منه بتاع باظ وكده، فلما بقول لك انا اروح اعمل سوفت وير للجهاز تاني، اللي هو نظام التشغيل نفسه اللي بيشتغل بيه الكمبيوتر او اللابتوب بيبقى باظ وكده، فانت بتعمل له نسخة جديدة. يبقى السيستم سوفت وير اللي هو الاوبريتنج سيستم او الاو اس اللي بيسمح للكمبيوتر ان هو يشتغل او يعمل الاوبريشن بتاعته، اللي خمسة اللي احنا قلناهم. فاحنا قلنا السوفت وير هو البرنامج او النظام اللي بيشغل بيه الكمبيوتر، اللي هو بيعمل عن طريق بوت ذا كمبيوتر اللي هو بيشغل الكمبيوتر وبيعمل لانش بيشغل البروجرامز برضه، ومن امثلته اللي هو الويندوز والماك واللينكس، الحاجات اللي هو مثلا انا سقطت الويندوز بتاعي سقط فبروح اعمل له نسخه تاني اللي هي ايه نظام تاني عشان اعرف اشغل اللابتوب بتاعي من جديد يعني. بعد كده هنتكلم على ابلكيشن سوفت وير اللي هي بتبرفورم سبيسيفيك تاسك، اللي هو مثلا بتعمل مهمات معينه زي الكريتنج ليترز الحروف، بتعمل مثلا اللي انت بتكتب بقى الحروف مثلا، سيندنج وريسيفنج ايميل تستقبل وتبعت ايميلات، بتعمل عن طريق مايكروسوفت وورد اللي احنا بنعمل من عليه عادي، الويندوز ميديا بلاير اللي هو اللي بنشغل من عليه الفيديوز بلاي جيمز وكده. بعد كده بيتكلم على الكمبيوتر يورز والبروفيشنالز، ايه الفرق بينهم؟ الكمبيوتر يورز اللي هو احنا كطلاب مثلا بنعمل من عن طريق اللي احنا بنستعمل الكمبيوتر عشان نعمل ايه اوبتين للانفورميشن، لكن الناس البروفيشنال اللي هو زي البروجرامرز والسيستم اناليزست سوري، الناس اللي هي الناس المبرمجين والمحللين البيانات وكده. فانت مثلا لما تحب يسالك في الامتحان ايه هم الكمبيوتر يوزرز اللي هم اللي بيستعملوا اللي بيعملوا اوبتين للانفورميشن عادي، لكن الناس البروفيشنال اللي هم البروجرامرز والسيستم اناليزست. بعد كده هو بيتكلم عن التايبس اوف كمبيوتر، ودي اخر حاجه في الشابتر. اول حاجه الامبيدد كمبيوترز والموبايل ديفايسز والبيرسونال كمبيوترز والميد رينج سيرفيس، وبعد كده المين فريم كمبيوترز والسوبر كمبيوتر. بعد كده هنتكلم اول حاجه هنتكلم عنها الامبيدد كمبيوترز، اللي هو عباره عن جهاز صغير مدمج مصمم او معمول عشان نستخدمه على شويه تاسكات مخصصه اللي هي صغيره جدا يعني، وانا هوريكم صورته ان شاء الله دلوقتي. فاول حاجه هو بيقول لك كانت بي يوزد از ا جنرال بيربز كمبيوتر، يعني هو بيستخدمه في الحاجات اللي هي الصغيره، مش بنستخدمه في الحاجات العامه اللي لغرض معين كبير يعني وكده، زي الهاوس هولد ابلاينسز اللي هو انا مترجمه ايه اللي هي الاجهزه المنزليه، زي الديش ووشرز والمايكروويفز والويشنج ماشين والحاجات دي. بعد كده الترموستات والسيوينج ماشينز اللي هي الات الخياطه، والكارز اللي هي الحاجات العادية اللي هو ده مش كمبيوترز اللي هو ده سوري. شباب هو ده ال embedded computers اللي انا يعني من الفضول كده بس انا قلت يعني ايه اوريكم صورته بس كده يعني كمن باب المعرفة يعني، لكن هو كده الدكتور مش هيجيب صورة ويقول لك ايه هو ده يعني ان شاء الله. بعد كده الموبايل ديفايسز اللي هو الموبايلات اللي معانا العادية اللي هي السمارت فون والسمارت ووتشز والجيم ديفايسز والبورتابل ديجيتال ميديا بلايرز اللي هي الموبايلات عامة. بعد كده هيتكلم عن البيرسونال كمبيوتر او الديسك توب بي سيز، اللي هو البيرسونال كمبيوتر اللي هو بيقول كمبيوتر سيستم ديزاين تو بي يوزد باي وان بيرسون، اللي احنا بنستعمله في البيت اللي هو المايكرو كمبيوتر الديسك توب اللي هو اللابتوب الكمبيوترز اللي عندنا اللي هو بتاع زمان الاكس بي والحاجات دي، او اللابتوب اللي هي لسه طالعه الحديثه.
ودي صورتهم اللي هو اللابتوب العادي وفي نفس الوقت الايه والكمبيوتر ده. بعد كده هنتكلم عن الميد رينج سيرفر. الميد رينج سيرفر هو زي ايه، هو معناه هم متوسط المدى، دي ترجمته الحرفيه، اللي هو ليه متوسط المدى، لان هو بين البيرسونال كمبيوتر وبين المين فريم كمبيوتر او المين فريم ديفايس، فهو يعني فيما معناه ان هو احسن من الديسك توب او البيرسونال كمبيوترز، واقل فعاليه او اقل كفاءه من طبعا المين فريم. انا عايزك اللي تعرفه ان الميد رينج سيرفر هو برضو ميني كمبيوتر، بس هو يعني مش عايز، لان هو حتى الدكتور مش جايب حاجات كتير عن الميد رينج، بس هو بس اللي يفرق بينه وبين البيرسونال اللي هو مثلا ممكن يبقى فيه بروسيسور اعلى من الكمبيوتر البيرسونال واقل اكيد من المين فريم، وانت بس بتتصل يعني بتتصل بيه على شبكه معينه، اللي هو اليوزر كونكت نتورك ويز كمبيوتر السينك كلاينت والدرام تيرمينال. انا مش فاهم معناهم ايه الصراحه، فانا حافظهم كده وخلاص يعني، معلش يعني، فانا حافظهم كده ف نمشيهم كده يعني البصمجه الحته دي، عشان يعني انا مش دكتور وفاهم قوي يعني، انا بس زي ايه بقرا لحضراتكم السلايدات وفي نفس الوقت ايه اللي عارفه بقوله لحضراتكم يعني. فهو ايه يعني، هو بيستخدم استضافه يعني، هو بيقول اللي هوست بروجرامز اند داتا فور ا سمول نتورك، يعني بنستخدمه عشان نستضيف البرامج والداتا على شبكه صغيره او سمول نتورك. المين فريم كمبيوتر بقى ده الحاجه التقيله بقى، ده الباورفول كمبيوتر اللي كتير من المنظمات بتستعمله، اللي هي المنظمات الكبيره اللي عندها داتا كبيره جدا، زي مثلا شركات كبيره زي شركه فودافون مثلا، حاجات كده بتبقى عايزه داتا كبيره وتخزن داتا كتير، مثلا زي مثلا احنا في مجالنا الهوسبيتال برضو لما نيجي نعمل ريكورد او دوكيومنتيشن برضو لازم تبقى عندنا بيانات المريض، يعني مهما كان مدته يعني قعد فتره في المستشفى، فلازم الفتره عشان يبقى ليه زي ايه ملف عندنا في المستشفى لو جه تاني يعني. وطبعا في الشركات واللارج بيزنس والبنك البنوك والجوفرنمنت اوفيسز، فهو زي ايه جهاز يعني، جهاز قوي الصراحه، تقدر تعتمد عليه في ان انت تخزن عليه بيانات كتير جدا يعني، بس هي مشكلته ان هو يعني كبير وفي نفس الوقت غالي، بس يعني على قد غلو على قد ان هو قوي جدا من الميد رينج والبيرسونال كمبيوترز. وفي نفس الوقت هو بيقول لك يوجوالي اوبريت 24 ساعه في اليوم، بيشتغل 24 ساعه في اليوم، فانت يعني ايه المؤسسات اللي احنا ذكرناها فوق دي فاكيد محتاجه حاجه زي كده يعني. نيجي بقى للسوبر كمبيوتر. السوبر كمبيوتر ده الطفره بتاع الكمبيوترات، سريع جدا، فاتست، اكسبنسيف، غالي جدا، بس اقوى جدا، اقوى من الميد رينج والحاجات اللي ذكرناها في الاول. وهنا بقى يعني استعمالاته، بيستعملوا في ايه مثلا؟ في الوزر فوركاست بتوع الطقس، وفي نفس الوقت السبيس اكسبلوريشن بتوع الفضاء، اكتشاف الفضاء وكده، وفي الساينتفك ريسيرش الابحاث العلميه وكده. وفي نفس الوقت برضو في اول نقطه بيقول لك جنري ران وان بروجرام ات ا تايم از فاست از بوسيبل، يعني انت ممكن تشغل كذا برنامج في نفس الوقت، زي مثلا عندنا على الموبايل الرام بيبقى الموبايل بتاعي عالي، فبتقدر تشغل يعني تخش من برنامج بتخش على برنامج بسرعه، اللي هو يعني ده بالنسبه لهم ده حاجه عظمه. وتاني حاجه برضو بيقول لك ممكن كومنلي بيلت باي كونكتنج هاندرز هاندرد اوف سمولر كمبيوتر، يعني بتقدر توصل، هو اصلا عباره عن ايه، بتوصل حوالي مئات الكمبيوترات الصغيره جنب بعضيها بحيث ان انت تعمل سوبر كمبيوتر كبير يعني. وزي ما قلنا بيستخدم في السبيس اكسبلوريشن والويزر فوركاست والساينتفك ريسيرش. وفي خاصيه مهمه اسمها الجريد كومبيوتنج، او يعني حوسبه، هي ترجمتها الحوسبه الشبكيه، اللي هي مثلا هو احنا لو قلنا اللي هو يوزنج ذا unused processing power of a large number of computers to work together on a single task، يعني بنستخدم العديد من البروسيسورات او البروسيسورز الكتيره نشغلها مع بعض في وقت واحد بحيث ان هي تطلع لي، وعلى كمان بيقول لك على single task. فلما لما يجيب لك مثلا التعريف بتاع using the unused processing power of a large number of computers، يعني انت بتجيب يعني انا مترجمه استخدام قوه المعالجه غير المستخدمه لعدد كبير من اجهزه الكمبيوتر للعمل معا في مهمه واحده، يعني انت جايب بروسيسورات كتير وهتشغلها في مهمه واحده، على عكس اللي هو انت ايه البروسيسور من ما انت احنا قلنا ان احنا بنشغل 100 جهاز مع بعض، فانت لما تركز مثلا ال100 جهاز وال100 بروسيسور دول يشتغلوا في تاسك واحد هينجز لك اكتر ويعمل لك حاجات
احسن ونتائج اكبر انت ما كنتش متوقعه كده. كده احنا خلصنا الشابتر الاول، نخش على طول على الشابتر الثاني وهو الداتا ريبريزنتيشن. نخش على different types of data. الداتا دي عبارة عن ايه؟ زي ما قلنا في الاول اللي هي عبارة عن text و number و images و audios و videos و حاجات زي. معلومة ملحوظة مهمة في السلايد، بيقول ان عشان تعرف المالتي ميديا، ايه المالتي ميديا، موجودة في اسئلة الكتاب، سؤال مهم برضو، عشان تعرف الانفورميشن اللي هي المعلومات اللي بتحتوي على اللي هي numbers و image و text وهكذا، يبقى هي دي المالتي ميديا. يبقى المالتي ميديا هي الانفورميشن او اللي هي الداتا اللي احنا قلنا عليها، اللي هي اللي بتحتوي على النمبرز والتكست والايمجز والاوديو والفيديو. ده طبعا البيت باترن او السيكونس اوف ال1 وال0 بتاع الكمبيوتر اللي احنا بنقول اللي هو النظام اللي هو الباينري او النظام الثنائي. تب وحيات كتير، 8 وحيات بالظبط على ما اعتقد. في مثلا ايه، في اول خانه، تاني خانه بنكتب فدي تميز ان دي اخضر، في الثالثه بيميز ان دي ازرق، في الثلاثه مثلا لو كلمنا في الثلاثه يعمل لك لون ابيض. ف يعني دي الاكواد اللي هم بيكتبوها عشان نعمل ريبريزنتيشن للكالر بيكسلز. نيجي بقى للفيكتور جرافيك. احنا قلنا البيت ماب اللي هي عن طريق الايه، البيت ماب. يبقى انت البيت ماب دي تفتكر بان هي لغه الون والزيرو اللي هي عن طريق الباينري كود، لكن الفيكتور هو بس بيقول لك يعني image is decomposed into a combination of curve and lines where each curve or line is represented by mathematical formula. يعني مثلا كل صورة بتتكون لمثلا ايه، يعني مثلا منحنى بتبقى عن طريق مزيج او ايه، مجموعة من المنحنيات والخطوط اللي بيبقى يعني ايه بتقدمها انت ككمبيوتر في الاخر عن طريق صيغه رياضيه. يعني ايه؟ ثواني افهم حضرتك. يعني اقول لكم في الفيكتور جرافيك انت بتحول الصوره نفسها، انت بتحولها، انت بتجيلك الصوره بتحللها لمجموعه من الخطوط والمنحنيات دي. كل منحنى او بقول لك كل منحنى وكل خط اللي الكمبيوتر بيقدمه على انها تبقى صيغه رياضيه. صيغه رياضيه بالظبط كده. فانت يعني مثلا ما عليك يعني بعيد عن ان انت تفهم قوي، يعني احنا عايزين نخلص من الماده الصراحه، يعني مش لسه يعني، فانا براجع اللي هو ايه. فالبيت ماب اللي هي بتبقى الباينري كود، لكن الفيكتور جرافيك انت بس افتكرها بالايه، بالكيرف واللاينز بتاعتها بس. نيجي بقى للاوديو ريبريزنتيشن. بغلط فيها كل شويه. ماشي، نيجي للاوديو ريبريزنتيشن. دلوقتي الانالوج بيبقى انت بتدخل مثلا لما بتيجي تسجل ريكورد معين، الصوت للكمبيوتر بيدخل الاول حاجه اسمها انالوج سيجنال. الانالوج سيجنال دي بيبقى صوت مثلا، يعني الجهاز مش هيبقى مثلا فاهم الكلام اللي انت هتقوله، فدلوقتي الكلام اللي انت سجلته هو بيبدا بيعمل له ايه، حاجه اسمها بيحوله لسامبلز. دي اللي هي ايه، بتبقى عينات. يعني هو بيبدا يحول ايه، الانالوج سيجنال لسامبلز اللي هي حاجات بيبسطها، بيبسط الصوت نفسه. مش انا عايز اوضحها لك اكتر، اللي هو زي ايه يعني انت افهمها كده، بيحولها لسامبلز. والسامبلز دي اول ما انت بيقول لك ار كوانتيزايد، كوانتيزايد. ثواني، نيجي بقى للاوديو ريبريزنتيشن. الاوديو ريبريزنتيشن بيبقى عباره عن ايه، بيحول الصوت. انت لما تيجي تسجل ريكورد، الريكورد الاول انت صوتك بيبقى انالوج سيجنال، بتبقى انالوج سيجنال يعني مثلا اشاره يعني مش مفهومه بالنسبه للكمبيوتر، فهو بيحولها ايه، بيحولها فاليو، بيحولها لقيمه معينه، بيحولها لقيمه معينه. فبعد كده بيبدا يحول القيمه دي، قيمه يعني بيحولها لايه، حاجه كده اسمها سامبل، حاجه كده يعني حاجه عينه، بيحولها لعينه. ومن بعد ما يحولها العينه لسامبل بيبدا يحولها للباينري باترن، لان الباينري باترن دي الحاجه الوحيده اللي الكمبيوتر بيفهمها. فبعد ما يعني هو بيترجم لنفسه، بيبدا يحول الانالوج سيجنال، بيحولها لفاليو، والفاليو تتحول لسامبلز، والسامبلز دي تتحول للباينري باترن. انا مش عايز تفهم بس غير الثلاث نقط دي، ان هو ايه، بيتحول الصوت الانالوج سيجنال، بيجي انالوج سيجنال للجهاز، بعد كده بيتحول لفاليوز، الفاليوز دي بتتحول لسامبلز، بعد كده تتحول للباينري باتر. بس زي ما انت شايف في الصوره عندك، الصوت زي ما انت شايف صوت موجات غريبه جدا. بيبدا بقى الصوت اللي بيبدا اللي هو ده الانالوج سيجنال، حاجه مش مفهوم بالنسبه للجهاز. فبيبدا بيعمل لها سامبلنج، بيبدا ايه يخليها ينظم الصوت بحيث ان هو ايه يعني يبدا يتعامل معاها ويعمل لها ايه كوانتيزيشن، بيحولها بقى ايه من فاليو لسامبل، ويحصل لها كوانتيزيشن ويتكيف معاها ويتعامل معاها سوري، ويحولها لبيت باترن زي ما انتوا شايفين في الارقام دي يعني. فانا مش عاوزك تفهم غير الحته دي بس، يعني ليه؟ انت
بيتحول من الصوت بيحصل له سامبلنج وكوانتيزيشن وكودينج. ثلاث عمليات: سامبلنج وكوانتيزيشن وكودينج. نيجي للفيديو ريبريزنتيشن. ممكن الناس اللي شغاله على فوتوشوب او الستريتور او بريمير او حاجات زي كده ممكن يعني تكون فاهمه الحوار ده سهل جدا. هو الفيديو عامه بيتكون يا جماعه اصلا من صور بتمشيها انت كده بتمشيها بسرعه معينه، فبتديك اهم ان انت ان الحاجه دي بتتحرك، مع ان اصلا الفيديو ده يا جماعه اصلا هو مجموعه من الصور اسمها فريمز. الفريمز دي صور بس انت لما بتركبها ورا بعض بسرعه وفي نفس الوقت، فانت بتظهر لك ان هي صورة عادية، صورة بتتحرك لكن ما هي اصلا صور. فكل صورة بتتغير هو بيقول لك are changed to a set of bit pattern and stored. الصورة دي بقى او الفريم ده اللي هو بتاع الفيديو بيتحول لايه؟ بيتحول لبيت باترن عادي وبعد كده بيتخزن. فانت بيتحول لفيديو لان انت اما انت بتحوله لبيت باترن. عامة يعني اي فيديو انت عاوز تخزنه على الكمبيوتر لازم يتحول لبيت باترن زي ما احنا ما اتفقنا. وبعدين بعد ما يتحول البيت باترن هو بيقول لك ان الايه الكومبينيشن اوف ايمج، مجموعه الصور دي زي ما انا قلت لك بتتحول لفيديو اللي هي مجموعه الصور دي اسمها فريمز. اهم حاجه بس تعرف من الصفحه دي ان الفيديوهات بتتكون من فريمز بس مش اكتر. بعد كده هو هيبدا بقى يشرح المسائل اللي احنا شرحناها امبارح، وهيبدا يعرفكم على الهكساديسيمال نمبر والاوكتال نمبر والحاجات دي. في حاجه كده معلش كنت عايز اوضحها لحضراتكم، كان في سؤال في الاكمل كان بيتكلم عن كان مش عارف كان سؤال رقم 9 على ما اعتقد. هو بيقول كان الاكتر نمبر ريبريزنتد ان انا كنت كاتب 3 بس هي المفروض كانت تبقى 3 بت باترن بس يعني ايه 1، وانا ما كنتش فاهم حتى صيغه السؤال، فسالت الدكتور قال لي اكتب يعني ايه 3 بس. فاحنا كده خلصنا الداتا ريبريزنتيشن، ان شاء الله نخش على الشابتر التالي. نيجي كده بسم الله الرحمن الرحيم هنبدا في الشابتر الرابع الانبوت والاوت بوت. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. عندي الكيبورد بيتكون من هو جهاز ادخال input device بيتكون من المفاتيح بقى والانبوت letters الارقام والرموز والحاجات دي. ممكن يبقى وايرد متوصل بسلك او وايرلس عادي يعني. بيتكون من الستاندرد الفا نيوميريك والنيوميريك الكيبورد اللي هي يا جماعه اللي هي الزراير اللي بتبقى موجوده في اللي هو بيتكلم عن الزراير اللي بتبقى موجوده في الكيبورد العاديه، والفانكشن كيز والدايركشن كيز اللي هي الاتجاهات وسبيشال كيز وحاجات تانية كده. انبوت تولز كمان بتبقى اسمها تاتش بادز وسكرول ويلز. انا الحاجات دي مش موجودة عندي فانا في اللابتوب فما شفتهاش قبل كده، فانا انتوا احفظوها كده وخلاص يا جماعة معلش. او يعني اعرفوا بس ان يعني ايه اعرفوا ان الحاجات دي موجودة في الكيبورد بس عشان لو جابها في اختياري ولا حاجة يعني. بس هو ان شاء الله يعني انا سمعت ان هو ايه مش هيبقى يعني الدكتور هيركز على ان شاء الله على الاسئلة اللي انا نزلتها اللي هو التلخيص اللي هو انا كان نازل، وكمان الاسئلة على محاضرة النتورك والاوبريتنج سيستم اللي هم اخر محاضرتين. فانا ان شاء الله هحاول انجز في دول وهركز على اخر محاضرتين ان شاء الله يعني. بوينتنج ديفايسز بقى اللي هي يا جماعة المواد الاجهزة اللي بتحرك السهم بتاع الشاشة اللي هو بتاع الماوس. فاحنا ممكن بنحركه بالماوس، ممكن حاجات تانية اللي هو زي الالكتريك بن القلم الالكتروني، التاتش سكرين، الجويستيك والجيم بادز والحاجات دي والتاتش بادز دي كل ده برضو اللي هو ايه. وبيقول لك الانبوت ديفايس الموفز بوينتر اون سكرين اللي بيحرك البوينتر اللي هو السهم اللي بيبقى موجود في الشاشه. هو بيقول لك برضو الماوس برضو بيبقى بوينتنج ديفايس بيحرك الفلات سيرفيس تو بيقول لك موفز اون ا فلات سيرفيس تو موف ا بوينتر اراوند ذا سكرين. وبرضه بتقدر تعمل بيه كليك وبوتن تو ميك سيلكشن وتقدر تعمل بيه انبوت يعني فيما معناه. الاولدر ميكانيكال مايس يوز ابول هو كان زي كان فيه ماوسات قديمه كده كان بنستخدمها زي هي مايس يعني فور بالانجلش بس انا مش فاهم. هو ممكن يقول لك ان الاجهزه زمان الماوس ده كان بيستعملوا له كوره وكده، لكن الحاجات الجديده ممكن اصلا اللي هي بتبقى وايرلس او بواير حتى وبتبقى كمان هي بيقول لك ايه لازر مايس تراك موفمنت وز اللي هو بيقول لك فيما معناه برضو ان هو بيتحرك بيبقى فيه ليزر برضو اللي هو ممكن بيقول لك موفمنت وز لايت بيتحرك بالضوء وكده، وان هو في منه وايرلس من غير سلك وفي وايرلس بسلك برضو. نيجي برضو للالكترونيك بين. الالكترونيك بين جهاز بتعمل بيه سيلكت للاوبجكت وفي نفس الوقت ممكن تستخدمه للدرو او الرايت على الشاشه وكده يعني. وفي منه اللي هو also called tablet pen والديجيتال بن والستايلوس. وفي برضو اجهزه تانية also بيقول لك used with digital writing systems والجرافيك tablets والسيجنتشر كابتشر devices. يعني كل ده كلام يعني يا جماعه حفظ يعني ايه عدوا كل ده اللي هو ايه الدكتور يعني مش هيدقق في الحاجات دي يعني ان شاء الله.
التاتش سكرينز برضو احنا قلنا بوينتنج انبوت ديفايس بنستعملها برضو عشان نحرك البوينت او السهم بتاع الشاشة، بس هو تاتش سكرين فبيقول لك with the finger to issue commands or otherwise generate input to the connected PC. كل ده كلام جميل وكل حاجة، التاتش سكرين بس مش عايزك تعرف غير ان هو ايه بوينتنج انبوت ديفايس، وبنستخدمه في الديسك توب والبورتابل بي سيز اللي هو اللابتوب والكمبيوتر العادي بتاعنا والموبايل فون والموبايل ديفايس والكونسيومر. كل ده الكلام ده الكلام ده يعني ايه امثله امثله، بس هي اهم امثله اللي هي الديسك توب والموبايل فون واللابتوب. ممكن يعني الانتر اكتف وايت بورد، الوايت بورد برضه الانتر اكتف وايت بورد والكونسيومر كيوزكس ده اللي انا مش عارفه. نيجي برضو للسكانر اللي هو الاوبتيكال سكانر اللي هو عن طريق بالليزر او بالضوء كده برضو، اللي هو انت بتطبع بيبقى فيه اكيد اللي هو النور اللي بيبقى بيتبع في السكانر ده، او السكانر ده اللي هو السكانر يا جماعه. هو حتى بيقولك اللي هو ايه ريدز البرنت التكست اللي بيقرا الجرافيكس برضو بيقرا النصوص المطبوعه، وبيقولك ترانسفير زيم تو ا كمبيوتر ان ا ديجيتال فورم، بيحولهم على طول على الكمبيوتر في صورة شكل ايه شكل مبرمج او شكل ديجيتال يعني. وبيقدر برضو يعمل سكان للفوتو والدوكيومنت والدروينجز والفلات اوبجكت يعني. فبرضو يعني اهم حاجة في الجزء ده التايبس اوف سكانرز اللي هو الفلات بيد والهاند هيلد ده وال3 دي والدرام، بس يعني دول اربعة لازم تبقى عارفهم بس انواع السكانر عشان لو سأل عليهم. وانت لازم تبقى عارف ان هو اوبتيكال سكانر وانبوت ديفايس وبيعمل بس سكان او بيقرا البرنت التكست والجرافيكس وبيقدر يحولهم للكمبيوتر في صورة ديجيتال فورم. يعني خلي بالك ديجيتال فورم دي يعني مهمة برضو. والكواليتي بتاع السكانر برضو بتبقى بتقيسها عن طريق ايه النمبر اوف دوتس بير انش، الدي بي اي، مهمة برضو جت في الأسئلة يا جماعة. الدوتس بير انش الدي بي اي جت في الاختصارات بتاع الأسئلة اللي في المذكرة برضو، دي بتعتمد عليها ايه الكواليتي، الكواليتي بتاع السكانر. يعني كل ما كان الكواليتي بتاع الصورة مثلا كويسة ده بيبقى ليه علاقة بإيه بعدد الدوتس بير انش، اللي هو يعني يا شباب عدد النقاط أو عدد ال مش حاجة الدوتس دي اللي هي شبه النقاط اللي هي بتبقى زي البيكسلز كده في الانش الواحد يعني، اللي هي نختصرها دي بي اي دوتس اوف دوتس بير انش. سوري الريدرز برضه يا جماعة لازم نعرف ان هو انبوت ديفايس الفانكشن بتاعه اللي هو ايه بيعمل ريد للديفرنت تايبس اوف كودز والماركس يوزد توداي، اللي هو يعني عامه اللي هو بيقرا الديفرنت تايبس اوف كود. اللي فيه اكزامبل للريدرز اللي هو الباركود ريدرز والراديو فريكوانسي ايدنتيفيكيشن اوبتيكال مارك ريدرز اوبتيكال كاركتر ريكوجنيشن ديفايسز الماجنتيك انك كاركتر، حاجات كتير كده يا جماعه. يعني ايه حفظ كله حفظ يعني، بس هو انه مش عايزك يعني تحفظ بس الاكزامبلز وفي نفس الوقت يعني ايه تعرف ان هو بيعمل ايه وظيفته ريد ذا ديفرنت تايبس اوف كود. بعد كده هياخد كل ريدر وياخدهم باستفاضه، مش فاهم ايه السبب يعني. فيلا الباركود ريدر يعني سهل انبوت ديفايس وبيقرا ريد الباركود والماشين ريدابل كود، يعني هو ماشين ريدابل كود اللي هو الباركود ريدر يعني قابل ان هو بيقرا يعني، وبيعمل ايه ريبريزنت داتا يعني بيقدم الداتا از ا سيت اوف بارز. سيت اوف بارز اللي هي عارفين يا جماعه الباركود اللي هو بيبقى مع اي مثلا حاجه بنشتريها، هو دي الشرايط السوداء اللي هي بتبقى مثلا الباركود ريدر ده اللي هو اللي بيبقى عند مثلا الهايبرات الكبيره اللي هو انت بتعمل بيه سكان ده، اللي هي بيبقى في اي مثلا منتج غذائي انت بتشتريه بيبقى موجود فيه. والكومن تايبس بتاعته اللي هو في مثلا زي اليو بي سي اللي هو اليونيفرسال برودكت كود، كل ده يا جماعه كلام حفظ انواع الباركود يعني. الاي اس بي ان اللي عاوز يعرف اشكالهم ممكن يبحث عنهم على النت يعني، بس ده مش وقته يعني. بعد كده الراديو الفريكوانسي ايدنتيفيكيشن ريدرز اللي هو الار اف اي دي، ده وظيفته بس ان هو بيعمل ستور وترانسميت داتا لوكيتد ان ار اف اي تاجز، فانا مش عايزك تعرف برضو غير ان هو بيعمل ستور وترانسميت للداتا. فانا برضو عايزك تاخد بالك من حته ان هو ايه ده بيعمل ستور وترانسميت للداتا، ده غير السكانر اللي احنا قلنا بيعمل ترانسميت للداتا ان ديجيتال فورم، اللي ان ديجيتال فورم دي كلمه توضح لك ان ده بيتكلم عن السكانر، لكن الراديو والباركود والريدر اللي احنا كنا بنتكلم عليها دي مثلا ايه اللي احنا لما ذكرناهم برضو دي بتعمل حاجه خاصه لوحدها، لكن يعني ايه مثلا
السكانر معين ده بيبقى مخصوص بان هو بيحولها في ديجيتال سكانر او سوري ان ديجيتال فورم. الابليكيشن بقى اللي هو يعني وظيفته او ايه بيبقى مثلا ليه طبعا السكيورتي هو الكترونيك بيمنت الكترونيك تولز تراكنج انفنتوري اند اسيست اللي هو شباب اللي هو بيستخدموه مثلا في السكيورتي اللي هو الليزر اللي هو زي انا بشوفه في الافلام اللي هو انت لو عديته بيضرب جرس الانذار وكده. والالكترونيك بيمنت اللي هو يعني ايه اللي بيبقى موجود فعلا بقى هو ده اللي بيبقى موجود في الهايبر اللي بيطلع منه الشعاع ده اللي هو بيقرا بيه الباركود بيبقى هو ده اللي هو الار اف اي دي. الاوبتيكال مارك ريدر بقى اخر حاجه اللي هو بيعمل ايه بيقول لك انبوت داتا فروم سبيشال فورم وده وظيفته اللي هو بيعمل ايه بتسجل من عليه الاكزامز امتحانات والكويشنيرز اللي هي الاستبيانات او الامتحانات برضو والبالوتس اللي هي الايه اختبارات قرعه حاجات زي كده يعني. بعد كده الاوبتيكال كاركتر ريكوجنيشن ده اللي هو بيقرا من ايه وظيفته ان هو ريدز الاوبتيكال كاركتر بس انا مش عايزك تعرف غير ان هو بيقرا ايه الاوبتيكال كاركتر اللي هي بيقول لك الار ديزايند تو بي identifiable by humans as well as ال OCR device اللي هو من الاخر بس مش عايزك تعرف ان ال OCR اللي هو ال optical character recognition بيريدز او بيقرا ال optical characters بس. نفس الكلام برضو ال magnetic ink character recognition اللي هي ال MICR بتقرا ال ايه بتقرا ال MICR characters برضو وبيستخدموها used primarily for banking وفي نفس الوقت برضو reads the special magnetic character نفس الكلام برضو يبقى هي بس يعني بيستخدم for banking وبتقرأ ال MICR character. بعد كده يا شباب مايك البايومتريك ريدرز اللي هي الايه سهلة جدا اللي هي بيبقى بيقول لك based on the physiological characteristics او ال personal trait اللي هي ايه العلامات الجسدية اللي بتبقى موجودة او بتقرأ اي حاجه موجوده تبع الجسم اللي هو زي الفينجر برينت بصمه الصباع مثلا اللي بقت موجوده في اغلب الموبايلات الجديده دلوقتي والهاند والفيس بصمه الوش وبصمه العين وبصمه الصوت كل ده بالظبط ده اسمه بايومتريك ريدرز. اي حاجه بص بايو ليها علاقه بالفيسيولوجيكال اكتر من اي حاجه تانية يعني فالبايومتريك ليها علاقه باي فيسيولوجيكال كاركترستكس بس. فانت فينجر تيبس بقى الهاند او الفيس جيومتري بصمة العين بصمة الصوت كده. نيجي للديجيتال كاميرا اللي هي بتريكورد الايمج في عن يعني اون ديجيتال ستورج تخزين ديجيتال او رقمي بيقول لك ستورج ميديوم رذر ذان الفيلم بالظبط يعني هو ما علينا انا عايزك تعرف بس ان الديجيتال كاميرا بتعمل ريكورد للايمجز اون ديجيتال ستورج بس يعني هي بتسجل الصور بصورة او بتخزين رقمي بس مش عايزك تعرف حاجة من الديجيتال الكاميرا غير دي. او برضو بيقولك هي بتستخدم يوز فلاش ميموري عشان تعمل تخزين للصور دي مثلا اللي هو اي حد عنده كاميرا اللي هيعرف كده اللي هو ممكن مثلا بيحط لها فلاش او بيحط لها كارت ميموري صغير كده عشان ينقل عليه الصور عشان التخزين وكده. كل ده احنا كنا بنتكلم في الحاجة الانبوت تبع الفيديو تبع الايمجز وتبع التكست كده. احنا بقى نبدأ نتكلم عايزين نتكلم عن الاوديو انبوت امثله زي الميكروفون والهيدست وهي كمان هي بيقول لك البروسيس اوف انترنج اديو داتا انتو ذا كمبيوتر يعني انت عمليه ادخال بيانات الصوت على الكمبيوتر زي ما قلنا من امثلتها الميكروفون والهيدست بالظبط هو لانه اول ميكروفونات عامه يعني. نيجي بقى للديسبلاي ديفايسز. الديسبلاي ديفايسز اللي هي شاشات العرض او اجهزه العرض التلفزيوني او اللي هي اللي بنعرض عليها او بنشوف عليها الصوره الديسبلاي وبيقول لك بريزنت اوت بوت فيجوالي بتعمل اخراج بصري او بتشوف عن طريقها يعني صوره معينه او على حسب بقى. فاول حاجه جهاز معانا اللي هو المونيتور ده بيقول لك اوت بوت ديسبلاي ديفايس فور ديسكتوب البي سي اللي هو المونيتور ده اللي هو اللي هي الشاشه. الديسبلاي سكرين بيقول لك اللي هي السكرين بيلت انتو فاريتي اوف ديفايسز فالمونيتور هو ده هو الشاشه اللي بنعرض عليها العرض على الكمبيوتر. والديسبلاي سكرين جهاز سوري معلش هقول تاني الديسبلاي سكرين هو بيقول لك بيبقى ايه بيبقى موجود في كذا جهاز يعني الديسبلاي سكرين بتبقى موجوده في كذا جهاز سواء بقى اللي هو النوت بوك او الهاند هيلد البي سي اس والموبايل فون والموبايل ديفايسز والاي بوك والاي بوك ريدرز والديجيتال فوتو فريمز وكل الاجهزه دي والكونسيومر ديفايس والديجيتال سيجنال سيستم والاي بيبر
كل الحاجات دي حفظ، بس انت ما عليك ان تعرف ان الديسبلاي ديفايسز في منها اللي هو المونيتور والديسبلاي سكرين. فنيجي بعد كده للديسبلاي ديفايس كاركترستكس، ايوه اللي هي الخصائص بتاعه الديسبلاي ديفايس. اول حاجه الكالر بيبقى مونوكروم ديسبلاي، او اللي هو يعني ايه شاشه عرض وحدية اللون. وبعد كده السي ار تي الشاشه نفسها بتبقى ايه، بتبقى فلات بانل ديسبلاي، الشاشه بتبقى مسطحه. بس بيتكلم عن سايز سكرين ريزولوشن، سواء هي وايرد بقى او وايرلس، و2 دي سواء هي 2 دي ثنائيه الابعاد او ثلاثيه الابعاد، الديجيتال تي في او اتش دي تي في، والتاتش سكرين. لو هي يعني هي مثلا بيقول لك هي خصائصها، في منها ان هي مثلا تبقى وايرلس او وايرد، في منها ان هي تبقى 2 دي او 3 دي، سواء ممكن تبقى ديجيتال تي في او اتش دي، ممكن تبقى تاتش برضو، فاهمني؟ بس هو بيعرض لك بس الخصائص بتاعتها او انواعها بما معناه يعني. فيما معناه تاني حاجة اللي هو بيقارن بس بين ال LCD، الشاشة ال LCD والشاشة ال LED. اللي هي الشاشة ال LCD دي بيبقى عبارة عن ايه، يعني بيستعملوا تشارجد ليكويد كريستالز بين الشيتس بتاع الازاز او البلاستيك، يعني بتبقى يعني ايه، انا مش عارف اللي هي زي الشاشات يا جماعة. الشاشات في شاشة ال LCD وشاشة ال LED. ال LED الشاشة ال LCD بيستخدموا فيها الليكويد كريستال، لكن الشاشة ال LED بيستخدموا فيها ايه اللي هو اللايت، اللي هو النور عادي اللي هي الليزر وكده. فانا على حد يعني زي ما هو بيقولوا تحت ال most common types of computer monitor ال LCD. يعني مثلا اي كمبيوتر هتلاقيه او اي مونيتور بتلاقيه بيكون من ال LCD، لكن ال LED هتلاقيها مثلا display beginning to appear and closing and other consumer product في جميع في اللبس ومنتجات المستهلك. يعني هو انا مش فاهمه بالظبط، بس انت يعني لما تيجي تسال على الليد ال LED بتبقى يعني زي ايه، بيبقى فيها نور مثلا او لايت، لكن ال LCD بيبقى فيها ليكويد كريستالز بس كده. يعني ده اللي انا اعرفه يعني. وطبعا الداتا بروجيكتور احنا عارفينها، اللي بقى عندنا في المدرج داتا بروجيكتور حاجه بتعرض بس حاجه مخرج الصوره، بتخرج الصوره على بيقول لك تو ا وول اور بروجكشن سكرين. بس انتوا عارفين طبعا البروجيكتور. يعني نيجي بعد كده للبرينتر، ان هو جهاز برضو اخراج بنستعمله عشان نعمل بروديوس للهارد كوبي، نعمل كوبي من ورقه احنا مثلا حطيناها في برينتر فبتطلع هي نسخه طبق الاصل منها يعني. فبيقول لك خصائصها ان هي برينتنج تكنولوجي يوزد، بتستخدم عشان الطباعه. الكلر بتاعها بيبقى بلاك اند وايت بس، البيرسونال في منها كلر، سوري، في منها كلر وفي منها بلاك اند وايت، وفي منها بيرسونال وفي منها نتورك برينترز اللي هي بتبقى متوصله بشبكه، وفي واحده بتتوصل لازم اللي انت ايه تحط لها مثلا ايه شخصيه اللي بالورقه نفسها دي. والبرنت ريزولوشن والبرنت سبيد والمالتيفيكيشن المالتي فانكشن سوري كابل كاب البرنت سبيد سوري اه والكاب المالتي فانكشن كابابيلتيز اللي هي المتعدده الوظائف بالظبط كده. وفي اكزامبل تاني للبرينترز جت برضو في الاكمل في المذكره، الليزر والانك جيت، الانك جيت سوري الانك جيت والليزر، اللي بتبقى في واحده بالليزر وفي واحده بتستخدم لها حبر. الليزر برينترز من برضو نتكلم عنها، من مميزاتها ان هي بتستخدم في مستندات الاعمال، بنستخدمها عشان لو في ناس مثلا في البيزنس بيبقوا محتاجين مثلا الليزر برينتر بيستخدموها في كذا حاجة، في البيزنس دوكيمنت، وبيقول لك برينت وان انتري بادجت تايم، يعني بتطبع ورقة واحدة في وقت واحد على طول يعني. وبيقول لك فاستر اند هاف بيتر كواليتي ذان الانكجيت برينترز، احسن من الطباعة العادية اللي هي الحبر. وفي منها بلاك اند وايت اللي هو فيها لون ابيض واسود، وفي منها الوان برضو، وبتطبع يعني هي بتطبع الريزولوشن بتاعها بيبقى ايه، بيتراوح من 600 من 600 ل 2400 الدي بي اي، اللي هو ايه من الف من 600 ل 2400 نقطة في الانش، اللي احنا لو كنا فاكرينها اتكلمنا على الدي بي اي اللي هي دوت بير انش. وبعد كده بنستعمل اليوز تونر كارت. ايوه نسيت برضو ان الليزر برينترز بنستعمل فيها التونر باودر اللي هو مسحوق الحبر نفسه. نيجي للانج الانك جيت برينتر، دي بيقول لك هي سبراي اوف انك
to produce image on paper، اللي هو زي ايه spray الانك، اللي هو انت بترش الحبر عشان تطلع الصورة نفسها. دي ممكن بيقولك بتطبع برضو بالالوان، وفي نفس الوقت انت بتستعملها برضو في الهوم يوز، بس مشكلتها ان هي سلولي بطيئة جدا، وان لاين ات تايم، يعني في الوقت الواحد ممكن في الوقت معين بتطبع لك يا دوب هو خط معين من الكلام، لكن احنا قلنا في الليزر ان هي بتطبع لك صفحة كاملة ات ا تايم، في الوقت اللي انت او مش فاهم هو التايم ايه بالظبط، بس سؤال ات ا تايم. فعندك انت الانك فيها لاين، لكن الليزر بيبقى فيها بيدج. فنكمل الكواليتي، مفيش بتبقى مش بتبقى قد كده يعني، او مش بتبقى زي طبعا الليزر برينتر. وبتستخدم طبعا الانك، وبتستعمل الانك كارديجز دي اللي هي، لكن هي في هنا احنا كنا بنستعمل الايه، بنستعمل التونر اللي هو الحبر، اللي قصدي التونر هنا، لكن هناك قصدي، لكن هنا الانك. وفي منها البورتابل برينتر اللي هي على ما اعتقد اللي هي بتاع اللابتوب. بعد كده اللي هي سوري بعد كده اللي هي البورتابل برينتر، اللي هي في منها البرينتر يعني بقى في حاجات حديثة اللي انت بتبقى بتشيلها معاك، البورتابل زي البورتابل كمبيوتر اللي هو اللابتوب الكمبيوتر المحمول اللي هو اللابتوب، كذلك في برينتر بورتابل اللي هو بيبقى شايلينه كده. بعد كده نتخلص اخر حاجة عندنا في الشابتر، الاوديو بوت. ده الاوديو بوت ده اللي هو احنا بيبقى فيه اخراج، بيخرج الصوت عن طريق مثلا فويس او ميوزك وكده، زي السبيكر، زي الفويس اوت بوت سيستم، زي الايرفون والهيدفون والهيدست وكده. احنا خلصنا الشابتر الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم يا شباب، كده هنكمل بقية الريكورد، نبدأ كده ان شاء الله في الفصل الرابع اللي هو الميموري. سيبكم من اول 4 سلايدات مش مهمة ان شاء الله يعني. فنبدأ الاول بالميموري. الميموري فيها 5 تايبس، فاول حاجة الرام والكاتش ميموري والريجستر زي ما انا معلم عليهم كده، والروم والفلاش ميموري. اول 3 اللي هو الرام والكاتش ميموري والريجستر دول فولاتيل، لكن الروم والفلاش ميموري نون فولاتيل. فولاتيل يعني سريعة التأثير او بتتأثر بأي حاجة زي ما قلنا الرام والكاتش ميموري والريجستر، لكن اللي مش بتتأثر بأي حاجة زي الروم والفلاش ميموري. الرام بقى نفسها اول حاجه بنتكلم فيها الرام. الرام بيقول لك ان هي مثلا temporary memory يعني ذاكره مؤقته، ان ايه يعني زي ما قلت لك ان هي ايه في هنا، ان انا قلت لك ان هي volatile اللي هي سريعه التاثير، فممكن ده سبب في انها ممكن تبقى مؤقته الرام. لكن وبرده هو بيقول لك also called main memory، ان هي تبقى main memory برده. الرام يبقى الرام ليها مسميين، ان هي temporary memory ومين memory في نفس الوقت. واهم حاجه برضو لازم تعرفها ان الرام مرتبطه بالمذر بورد، وفي نفس الوقت ان هي زي ما هو كاتب هو فولاتيل، ان هي فولاتيل يعني زي ما بقول لك ان هي سريعه التاثير او سريعه الفقدان او الزوال. ان هي contents of RAM is lost when the computer is shut off، يعني لو الكمبيوتر شات اوف فيما معناه يعني اتقفل او حصل له اي مثلا، ثواني كده هترجمها وارجع لكم دلوقتي. هي فعلا يعني شات اوف يعني كده، يعني ان هي يعني لو الكمبيوتر قفل الرام سهل ان هو يلوست او ان هو يضيع. اخر حاجه الرام تكنولوجي بينقسم الى حاجتين، الاس رام والدي رام. الاس رام اللي هي ستاتيك رام، والدي رام اللي هي الدايناميك رام. انا بس عايزك تحفظهم كده، ان الرام اول حاجه ليه مسمين، التمبراري ميموري والمين ميموري، وهو فولاتيل بس ان هو سهل ان هو يضيع لو الكمبيوتر اتقفل، وليه نوعين اس رام ودي رام. الاس رام اللي هو الاستاتيك رام ده بتبقى عبارة عن ان هي ايه مثلا نوع من انواع الرام، وفي نفس الوقت هو بيقولك ان التكنولوجيا دي بتستخدم او بتستخدم الفليب فلوب جيتس عشان ترفع الداتا بتاعتها. والجيتس دي بتبقى عبارة عن حالتها اللي هي 0 1 اللي هي بتبقى عشان خاطر تعمل عشان ترفع الداتا وتخزن الداتا بتاعتها كويس لما as the power is on، وبتبقاش محتاجة اي ريفرشمنت، وبتبقى سريعة وفي نفس الوقت غالية. بص اهم حاجة بس تعرفها ان الاس رام بتستعمل الفليب فلوب جيتس، وهي بتبقى 0 1 وما بتبقاش محتاجة اي ريفرشمنت، وبتبقى غالية وفي نفس الوقت سريعة وكويسة يعني. هنا بقى الدي رام عكس الاس رام، هنا التكنولوجي بتبقى محتاجة الكابيسيتورز، على عكس الاس رام بتبقى محتاجة الفليب فلوب جيتس. وهنا الكابيسيتورز دي بيقولك لو انت عايز تعملها تشارجد الحالة دي بتشير ان هي بتبقى رقم 1، لكن لو هي ان تشارجد بتبقى 0.
وهنا على العكس برضو هنا بتبقى محتاجة ريفرشمنت على عكس الاس رام اللي مش بتبقى محتاجة ريفرشمنت، وبرضو هنا بتبقى بطيئة بس واكيد مش غالية، لكن هناك بتبقى سريعة وغالية. الروم احنا قلنا اللي هي نون فولاتيل اللي هي بتبقى مش سريعة مش سريعة التأثير او مش سريعة الزوال بالنسبة للداتا والبروجرامز نفسها، بتفضل زي ما هي دائمة او متخزنة على طول مش زي الرام. هنا الروم دي الروم بتبقى نون فولاتيل زي ما قلنا ان هي بتفضل قاعدة لفترة طويلة ومخزنة حاجاتها لفترة طويلة، ونفس الوقت هو بيقول data not erased if you turn off the computer على عكس الرام. والتايبس اوف روم ليها 3 انواع، البي روم والاي بي روم والاي روم، التلاتة دول اللي هو بي واي بي واي اي بي ليهم 3 انواع. يبقى الروم ليها 3 انواع لازم تبقى عارفهم. هنا بقى نبدأ نقارن بين البي روم والاي بي روم. هنا الاي روم البروم الاول سوري دي بتبقى بروجرامر ريد اونلي ميموري، لكن الاي بي روم بتبقى اريزابل بروجرامر بروجرامبل سوري. يبقى هنا بروجرامبل وهنا اريزابل بروجرامبل. هنا في نفس الوقت ان سوري الاي بي روم بتبقى سهل ان هي تتشال او تتحذف عن طريق الايه الاكسبوزنج الاكسبوزنج انت تو الترا فويلت لايت، اللي هو ان هي سهل ان هي لو اتعرضت للالترا فويلت لايت اللي هي اشعه فويل بنفسجيه، الاشعه تحت البنفسجيه ولا لا دي دي الاشعه فويل بنفسجيه سوري، فدي سهل ان هي تتمسح يعني. لكن البيروم بيقول لك which it is a memory chip on which data can be written only، انها سهل انها تتقري وانها تتقري مره واحده او سوري تتكتب مره واحده. انا بس برضو زي ما بقول لك انا مش في حاجات فعلا مبقاش فاهمها بجد، فانا بحاول اسهل لك الدنيا مش اكتر. فاللي انا عاوزك تعرفه بس ان البي روم بروجرامبل ريد اونلي ميموري، والاي بي روم اريزابل بروجرامبل ريد اونلي ميموري. هنا دي كان بي ريد بروجرامد، لكن هنا كانت بي اوفر ريتن، ان هي ما تقدرش ان انت تكتب فيها مثلا زياده او ايه ما اعرفش برضو، لان انا الحته دي مش فاهمها برضو. فانت ايه خد المعلومه من السلايد بس وان شاء الله يعني خير. نيجي للالجوريزم. الالجوريزم دي هي الخطوات او الستيب باي ستيب والطرق اللي بنتبعها عشان نحل اي مشكله او نعمل اي تاسك معين. زي ما اديني كده اكزامبل سام تو نمبرز، هو بيقول لك اول حاجه بتعملها انت الانبوت ثم ستيب 1 وستيب 2 بعدين الاند. الانبوت بتعمل فيها بتكتب فيها تو نمبرز، الستيب 1 بتعمل اد تو نمبرز، بعد كده الستيب 2 بتعمل ريتين للريزلت اوف ستيب 1 بترجع النتيجه بتاعت رقم 1 زي ما هي، وبعدين بتعمل انت. احفظها كده برضو. نيجي بقى للفلوت شارت. الفلوت شارت ده هو بيقول لك البيكتوريال اند جرافيكال ريبريزنتيشن اوف ان الجوريزم، اللي هو التمثيل التخطيطي او الجريفس او الشكلي التمثيل الشكلي للتقديمه بتاعت الالجوريزم. الالجوريزم احنا قلنا هي الخطوات اللي بنحل عليها المشاكل. الفلوت شارت دي هي المخطط او الهيكل اللي هنعمل عليه او هنحل عليه المشكله، زي الجريف اللي انا عامله على حضراتكم دلوقتي او زي الجريف اللي هو في السلايد ده. اول حاجه انت بتبدا تعمل ستارت والانبوت للاي والبي، بعدها السم بيساوي اي اي بلس بي، وبرنت سم، وبعدين تعمل ستوب. ده مثلا ده مثال لفلوت شارت معين. فيعني مثلا انت دايما اي الجوريزم بتعمل ايه بتبدا بستارت، ده اول حاجه. فانبوت اي وبي ده اللي انت عاوز مثلا تعمله، عاوز تدخل اي وبي مثلا حاجه معينه عشان تديك نتيجه معينه. فالصم دي صم دي يعني التوتال او المجموع بيساوي اي بلس بي، فانت بتعمل برنت للصم او بتعمل برنت للنتيجه دي نفسها وبس، بتعمل كده ستوب. هو ده يعني الالجوريزم اللي كان عندك او الخطوات اللي انت عملتها عشان حل المشكله. نيجي بقى للماشين لانجويج اللي هي اللغه الثنائيه او القاعده الثنائيه، او هي لغه الكمبيوتر اللي بيعمل فيها ريبريزنتنج للكمبيوتر بروجرامز ذات ذا كمبيوتر كان اكسكيوت دايركتلي، او اللي هي الماشين لانجويج اللي هي لغه الكمبيوتر اللي ممكن ينفذ بيها اي ستيب او اي تاسك انا اطلبه منه. بس هي دي بس اللي هي الماشين لانجويج. يبقى انت بس تحفظها ان هي الباينري بيز لانجويج for representing computer programs، او ان هو يقدم لي برامج الكمبيوتر اللي هي ممكن تجيلي في وقت مباشر او
او اللي يقدر ينفذها لي الكمبيوتر، او اللي يقدر ينفذها لي الكمبيوتر بشكل مباشر يعني. فهو يعني تعريف انت احفظه يعني، اللي هو الماشين لانجويج ده. اما بقى الاسمبلي لانجويج ده زي سبيشال بروجرام، برنامج معين اسمه الاسمبلر، ده بيترجم السيمبل كود او الكود بتاع الرمز اللي انا عاوزه بيترجمه في الماشين لانجويج، وبيبقى معروف بانه اسمه اسمبلي لانجويج. يعني ايه؟ يعني هو عاوز يحول لي السيمبل كود ده لباينري كود عشان الكمبيوتر يفهمه عن طريق الماشين لانجويج دي. بس هو ان شاء الله سهل يعني. يبقى البرنامج نفسه اسمه اسمبلر. وبيعمل ايه الاسمبلر ده يا جماعه؟ بيترجم السيمبل كود في الماشين لانجويج الى الباينري كود، بس عشان بس الكمبيوتر يفهم، ان هو ما بيتعاملش الكمبيوتر غير بالباينري كود. بعد كده الصفحة دي انت او السلايد ده انت اقراه كده. احنا خلصنا فصل الميموري، نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم التشابتر بتاع الاستوريج. انا عارف ان انت تعبت معايا بس عاش يعني، ان شاء الله انت قدها وتخلص الفيديو ان شاء الله. بس الاستوريج سيستم يا جماعة كده ان شاء الله نبدأ فيه. بيقول لك هو بيتكون من ستوريج ديفايس وستوريج ميديا. الاستورج الديفايس بتبقى زي الدي في دي درايف، هي الدي في دي درايف والفلاش ميموري والكارد ريد، الفلاش ميموري كارد ريدر اللي هو الكارت الميموري، والسي دي هي اللي هي بتاعت اللي احنا كنا بنخزن عليها حاجات زمان، والميديا بقى اللي هي الدي في دي ديسك والفلاش ميموري كارد. ماشي. في منها انترنال واكسترنال اور ريموت، وبرضو بتبقى نون فوليتل. فوليتل يعني هي مش سريعه، انها مش بتلوست بسرعه، ومش بت مش بتتمسح بسرعه يعني. واهم حاجه برضو ان هي بتستخدم الراندوم اكسسس، وان هي تبقى سيكوينشال، اللي هي مثلا بتستخدم الراندوم اكسسس يعني الوصول العشوائي، وان هي تبقى سيكوشنال يعني مثلا يعني ايه متتابعه او متكرره يعني. نيجي كده للماجنتيك ديسكس والاوبتيكال ديسكس. نيجي للماجنتيك ديسك سيستم. هو الماجنتيك ديسك اصلا هو بيعمل ريكورد للداتا يوزنج، هنا اهم حاجه لازم تعرفها، الماجنتيكالي اون ديسك، يعني هو بيستخدم زي ماجنتيك اللي هو ايه مغناطيس وكده في الديسك، او في الديسك نفسه بيبقى ايه يوزنج ماجنتيكالي اون ديسك. ذا ديسك ميد اوف فليكسيبل بلاستيك اور ريجيد ميتال، حديد مقوى او حديد مرن يعني، او بلاستيك مرن او ريجيد ميتال يعني ريجيد ميتال يعني معدن صلب، او فليكسيبل بلاستيك. او ديسك سايز اند كاباسيتي، الستاندرد سايز ديسك بيبقى 120، لكن بيقول لك السمولر بيبقى 80، وبيبقى اسمه الماينس. لكن في السطر الثالث هو بيقول السي دي والدي في ديز هاف ا لارج كاباسيتي، عندهم الكاباسيتي بتاعتهم عاليه. السي دي العادي بيتراوح من 650 ميجا بايت ل 700 ميجا بايت، لكن الدي في دي بيبقى من 4.7 جيجا، او بيبقى 4.7 جيجا او 8.5 جيجا. ده بيبقى سنجل لاير ديسك، وده التاني ده بيبقى دبل لاير، ده بيبقى طبقة واحدة اللي هو 4.7، والتمانية وخمسة ده بيبقى طبقتين يعني. والهاي دي بيقولك الهاي ديفينيشن الدي في دي برضو ممكن توصل لأكبر من 50 جيجا، فانت لازم تبقى معلم برضو على الأرقام دي، وتبقى عارف أني واحدة كام ودي كام ودي ازاي ودي جت منين يعني. فتاني احنا قلنا الستاندرد سايز بيبقى 120 والسمولر 80، لكن السي دي بيبقى من 650 ميجا بايت ل 700 ميجا بايت، والدي في دي بيبقى من 4.7 ل 8.5، لكن اعلى حاجة وصلها الدي في دي هي تبقى 50 جيجا بايت. بيقول لي انواع الاوبتيكال ديسكس. الاوبتيكال ديسكس ليها 3 انواع، الريكوردابل والري رايتابل والريد اونلي. احنا ماخدناش بالترتيب معلش، يبقى الريد اونلي والريكوردابل والري رايتابل. الريد اونلي ديسك بيقرا بس مش بيكتب، يعني كان بي ريد فروم بات نوت ريتن، او سوري هو يعني بيقرا ولا يكتب، او مش بيقرا ويكتب، لا هو يقرا ولا يكتب، ما انا اسف. يبقى كان بي ريد يقرا بات نوت ريتن، لا يكتب. عندي بقى من انواع الريد اونلي ديسك اللي هي السي دي روم والدي في دي روم. السي دي روم اللي احنا قلنا 650 ميجا بايت، والدي في دي 4.7، ليه من 4.7 ل 8.5 يعني. 4.7 ده اللي هو السنجل، احنا قلنا السنجل لاير، و8.5 اللي هو الدبل. يبقى الريد اونلي ديسك يقرا ولا يكتب، ومن امثله السي دي روم والدي في دي. لكن بقى ريكوردابل ديسك كان بي ريتن، يعني ممكن يكتب لكن محدش يقدر يمسحه، او يعني مثلا يعيد استخدامه مره تانية.
يعني يبقى هي كانت بي اريزد، ممنوع ان هو يتمسح او محدش يقدر برضو يعيد استخدامه مرة اخرى، لكن برضو هو ممكن يتقري او ممكن حد يقراه. يبقى هو ريتن، كان بي ريتن بس محدش يقدر يمسحه او يستخدمه تاني. هنا بقى بيقول لك يوزد فور الباك اب داتا، اللي هو ممكن تعمل له نسخة احتياطية، اللي هو مثلا لما بتيجي تعمل اي حساب لاي حاجة في مثلا في جوجل، بيقول لك ممكن نعمل نسخة احتياطية للحساب. هو كده الريكوردابل ديسك ممكن يقول لك انا يعني ممكن يستخدم في كده، اللي هو الباك اب داتا، اللي هو انك تعمل له نسخة احتياطي. في امثلة بقى على الريكوردابل سي ديز والريكوردابل دي في ديز، زي السي دي، السي دي ماينس ار، والدي في دي ماينس ار، او اللي والدي في دي بلس ار. الدي في دي دي اللي هي فيها ار اللي هي ريكوردابل دي في ديز، لكن السي دي ار اللي هي تبع ريكوردابل سي ديز. وفي برضو في اللي هي برضو الدي في دي بلس ار دي ال والدي في دي ماينس ار دي ال، دي برضو بيسموهم تو ريكوردنج لايرز، يعني معناه ان الكاباسيتي بتاعتها 8.5 جيجا. خلي بالكم ان المحاضرة دي كلها حفظ وما فيهاش اي، يعني ما فيهاش اي حاجة فيها فهم الصراحة يعني، فانت دشها وخلاص، لانها يعني ما حاسش انها ارخم شابتر، لانه ايه كله حفظ وطويل. نيجي بقى للري رايتابل ديسك، كان بي ريكوردد، كان بي ريكوردد، سوري يا جماعة، كان بي ريكوردد وإريزد والأوفر ريتن، يعني هو مسموح له ان هو يتسجل وفي نفس الوقت يتمسح، وان هو والأوفر ريتن عليه سهل. جاست لايك ايه بقى الماجنتيك ديسك، الماجنتيك ديسك سهل ان انت تريكورد عليه وتعمله اريزد وتعمله اوفر ريتن. الموست كومن فورماتس بقى اللي هو الحاجات الشائعة في الفورمات، السي دي ار دبليو والدي في دي. ايرنت بقى ايرنت عشان انا كده هقرا وخلاص، فيلا اللي بعده. نيجي للفلاش ميموري بقى، يعني احنا كلنا عارفين طبعا الفلاش ميموري صغيرة وبتتطلب طاقة قليلة جدا وما فيهاش ميكس نو ساوند، وفيري مناسبة جدا للاستخدام، وبالذات للاستخدام الديجيتال كاميرا زي ما خدنا احنا في الاول، والديجيتال ميوزك بلاير، وكمان في النوت بوك كمبيوترز والسمارت فون والهاند هيلد بي سي. ليها علاقة كتير بحاجات اللي هي، يبقى اهم حاجة تعرفها برضو ان هي بتبقى صغيرة مش بتحتاج طاقة كتير وما بتعملش صوت، وبنستخدمها في الديجيتال كاميرا والديجيتال ميوزك بلاير والكمبيوتر عامة والسمارت فون. وممكن بيلاقي على كذا شكل، فلاش ميموري كارد او يو اس بي فلاش درايف او سوليد ستيت او هاي او هايبرد او هايبرد هارد درايف، بتلاقي على كذا شكل اللي هم الاربعة اللي قدامك دول. احنا ممكن نعرف اللي هم الفلاش ميموري واليو اس بي، لكن الاتنين دول انت تحفظهم السوليد ولا هايبرد ستيت هارد. نيجي بقى لليو اس بي، اليو اس بي ده اللي هو بيتكون بيقول لك كونسيست اوف فلاش ميموري ميديا اند ا ريدر ان ا سيجنال اند سوري ان ا سنجل سيلف كونتيند يونت. يعني هو بيتكون، بس يعني الكلام ده يعني هو بيتكون من فلاش ميموري ميديا وريدر، بس انا مش عايزك تعرف غير كده ان هو بيتكون اصلا من فلاش ميموري وريدر. وبيقول لك برضو ان هو تيبيكالي بورتابل درايف، ان هو ممكن يبقى تشيله في ايدك زي وصلة اليو اس بي اللي معانا في كل مع كل جهاز، يعني لازم يبقى فيه وصلة يو اس بي. وبرده بيقول لك ممكن نسميها يو اس بي فلاش ميموري، وبتبقى بيقول لك كم من فاريتي اوف ابيرنسز ليها، بيبقى كم يعني ليها مختلف، يعني بتظهر في كل حاجة او في جميع الاجهزة اللي بتبقى موجودة معاك. معلش انا نسيت اقول الفلاش ميموري كارد اللي هو اهم حاجة، الفلاش ميموري كارد برضو هو بيقول لك ان هي سمول كارد كونتيننج فلاش ميموري شيبس اند ميتال كونتاكتس. ايه وظيفتها؟ to connect the card to the device أو الريدر اللي هي that is being used with بقى كذا حاجة دي كلها. يبقى تاني كده، الفلاش ميموري كارد دي سمول كارد صغيرة بتحتوي على حاجتين، الفلاش ميموري شيبس والميتال كونتاكت. بتعمل ايه؟ بتوصل الكارد بالجهاز نفسه أو بالريدر بتاع الجهاز، اللي هو الأجهزة دي اللي هي زي الكومباكت فلاش، السكيور ديجيتال اللي هي الاس دي، والسكيور ديجيتال ال SDHC ارقام اللي هو زي ما هو اسمها ايه، مثلا في بقى الكارت الميموري الصغير اللي احنا بيبقى اسمه SD كارد، اللي هو السكيور ديجيتال، ده اللي بيبقى موجود في اغلب الاجهزه، ال SD كارد اللي هو بتاع الميموري ده بتاع الاستورج عامه. وكده احنا الحمد لله خلصنا الشابتر الرخم ده الحمد لله على خير، نبدا نخش في الشابترين المهمين بقى الجايين اللي الناس كلها طلبته، من نتورك والاوبريتنج سيستم. الحين كده نبدا في الشابتر اللي قبل الاخير، الكمبيوتر نتوركس، الشابتر اللي طلب من ناس كتير ان انا اشرحه، يعني مع انه شابتر سهل جدا ومش هيكمل معانا باذن الله، يعني
فيلا يلا ما نضيعش وقت ونبدأ في بإذن الله. أول حاجة الماشين لانجوج اللي شرحناها احنا في الشابتر بتاع الميموري، وبيقولوا ترانسليتنج داتا انتو باينري كود. الباينري كود اللي هو الصفر والواحد عشان تو اندرستود باي كمبيوتر، عشان هو عاوز يترجم الايه، عاوز يترجم الداتا يحولها للباينري كود عشان الكمبيوتر يفهمها بس. وبيقول لك ان اكزامبل اوف ماشين لانجوج انستراكشن ال 32 بت يعني. فمش مهم، انا مش فاهم الحته دي بالظبط كويس الجزء ده. فهو ايه، هو ما علينا الماشين لانجوج انت بتدخل له داتا، عمليه الماشين لانجوج نفسها هو انت بيحول لك الداتا للباينري كود عن طريق ال 01 او الكود الطويل ده. فانت دخلت له داتا معينه هو بيحوله لك لل 0 وال 1 عشان الكمبيوتر يفهمه. تاني حاجه بيقول لي وات از ذا نتورك، النتورك از ا كونكتد سيستم اوف اوبجكت اور بيبل، يعني مجموعه او سيستم من الناس او الاشياء متصله مع بعض مع بعضيها. يعني انا وفلان 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 متصلين مع بعض بشبكه معينه، ده اللي اسمه النتورك. اما بقى الكمبيوتر نتورك ده كولكشن اوف كمبيوتر او اذر هاردوير ديفايس، او اي جهاز تبع او اي جهاز هاردوير متصل مع بعضه. لكن في فرق ما بين الايه، النتورك، نتورك معينه يعني ايه، سواء شيء او ناس. يعني احنا عاملين مع بعض، احنا كدفعه عاملين شبكه مع بعض، شبكه اتصال مع بعض، احنا كزملاء بنعمل كوميونيكيشن سوا مع بعض. لكن مثلا لو احنا هنعمل كمبيوتر نتورك هيبقى بقى يعني كولكشن، يعني ايه، مجموعه من الكمبيوترات او كولكشن اوف كمبيوتر اند اذر هاردوير ديفايسز كونكتد توجذر، متصلين مع بعض. وبيقول لك so that that network users can share hardware software and data، ان هم يقدروا يشيروا الهاردوير والسوفتوير والداتا مع بعضهم البعض يعني، ويتواصلوا مع بعض which other which each with each other electronically، يعني الكترونات، يعني اللي هو ايه، ك طريقه من طرق نقل الداتا يعني، اللي هي كهربيا يعني، كهربيا سوري. فبرضه تعريف الانترنت، هو بيقول لك ذا لارجست كمبيوتر نتورك ان ذا وورلد، فده هو الانترنت. او برضه بيقول لك انذر تايب اوف كمبيوتر نتورك از ا تليفون نتورك. يبقى برضه، يبقى هو لو سالك عن الانترنت هو بيقول لك الانترنت لارجست كمبيوتر نتورك ان ذا وورلد. وتعريف تاني اسمه التليفون نتورك هو انذر تايب اوف كمبيوتر نتورك، يعني النت تليفون نتورك ده نوع من انواع الكمبيوتر نتورك. النتورك اصلا بيتكون من ثلاث جزئيات، اللان والمان والوان، اللوكال اريا نتورك، والميتروبوليتان اريا نتورك، والوايد اريا نتورك. اول حاجه نبدا بيها اللي هي اللوكال اريا نتورك او اللان، هي شبكه بتغطي سمول جيوغرافيكال اريا، يعني منطقه جغرافيه صغيره جدا، زي البيت، زي المكتب، او زي المكتب او المدرسه، فاهمني؟ يعني شركه صغيره مثلا، الكمبيوتر مثلا، يعني اللوكال اريا نتورك دي احنا قلنا ان هي هتبقى انا متصل مع الجهاز. يعني هوريكم الصوره هنا، شايفين عدد الاجهزه، عدد اجهزه صغيره، فده معناه ان دي لان صغيره، لوكال، حاجه محليه مش كبيره. فانت لو شفت كلمه بس ان هي سمول جيوغرافيكال اريا بس، انت دي على طول دي هتبقى اللان. والدكتور يعني مش بيلعب في الجزئيه دي، لان هو الشابتر صغير وفي نفس الوقت تعريفاته قليله جدا. نيجي بقى للمتروبوليتان اريا نتورك، هو بيقول لك نتورك ديزاين تو سيرفيس متروبوليتان اريا. متروبوليتان اريا مثلا بيقول لك زي ايه، مثلا زي السيتي او اي كونتري، زي مثلا ايه، دوله مثلا عايزه تتصل مع بعض بشبكه معينه، يعني الكمبيوترات او السيستم بتاع الكمبيوتر ده والكمبيوتر بتاع مثلا كل محافظه يبقى متصلين مع بعض. زي مثلا شبكة البريد مثلا في المحافظة دي تبقى متصلة مع المحافظة دي، بيبقى كلهم متصلين مع بعض بوحدة أو بسيستم واحد على مستوى الجمهورية مثلا، ده اسمه مان، ده كبيرة مثلا. غير مثلا لما يبقى جهاز الموبايل بتاعي متصل مثلا على سيستم مع جهاز موبايل والدي كده، ده اسمه اللان، ده أصغر من المان. وبيقولك برضو المان فول بتوين لان اند الوان، يعني بيبقى موجود بين اللان والوان، هو ده المان في السايز، يعني في السايز. وبيقولك بيتكون من مالتيبل لانز، يعني المان ده بيتكون من لانز صغيره او لانز كتير، لانز كتير يدينا مان. زي ما احنا شايفين في الصوره البابليك سيتي نتورك متصله دي مثلا، دي محافظه مثلا ودي محافظه، دي لوحدها، فمتصلين. انتوا فاهمين حضراتكم، انا بس مثال مش اكتر يعني. نيجي بقى للوايد اريا، الوايد اريا نتورك. الوايد اريا نتورك دي اللي هي نتورك بتغطي لارج جيوغرافيكال اريا، يعني مساحه اكبر من المساحه اكبر في على النطاق الجغرافي يعني. بتتكون مثلا من، بيقول لك تو
two or more lands that are connected together using communication technology. يبقى الوان دي بيقول لك ان هي بتتكون من two or more lands، بتتكون من كذا لاند، على عكس مثلا ايه البتاع ده المتروبوليتان، هو قالت لي consist of multiple lands. multiple lands يعني العديد من اللاندز. بس ايه اللي يفرق ما بين المان والوان؟ احنا قلنا ان دي بتبقى في سيتي او كاونتري، لكن الوان بتبقى اكبر بقى، اللي هي وايد اريا، بتبقى مساحه اكبر. زي ايه مثلا؟ هو مديني ايه؟ احنا قلنا هنا ايه، ان هي بتبقى مكونه من تو او مور لاندز متصله مع بعضها البعض. فبيقول لي لارج جيوغرافيكال اريا، يعني ايه؟ زي هنا شوف، جايب لي قاره الامريكا الجنوبيه وامريكا الشماليه متصلين مع بعض، فدي مساحه جغرافيه مهوله كبيره جدا. بس فاحنا اللان مساحة جغرافية صغيرة، المان دي بين دولة والتانية، او بين في دولة بين محافظة مثلا والتانية، لكن الوان دي بقى بتبقى بين قارة والتانية. فدي ده بس الفرق ما بين التلاتة دول. وكده خلص الشابتر على فكرة يا جماعة، يعني الحمد لله ومفهوش حاجة. يعني نيجي للشابتر الاخير، الحمد لله احنا عايزين نخلص اهو. الشابتر الاخير مش هياخد مننا غير كتير قوي، ربع ساعة ان شاء الله. فيلا نبدأ. اسمه السيستم سوفت وير او الاوبريتنج سيستم. اول حاجه بيعرف لي السوفت وير اللي احنا شرحناه المره اللي فاتت او في اول شابتر 100 مره، البرامج او الاستراكشن اللي بنستخدمها عشان نقول للكمبيوتر احنا عاوزين نعمل ايه. تاني حاجه السيستم سوفت وير، الباك جراوند بروجرام، او الحاجات اللي بتخلي أو اللي بتتحكم لي في البرنامج، او اللي بتتحكم لي في الكمبيوتر سيستم او في نظام الكمبيوتر نفسه. انت اول ما تشوف باك جراوند بروجرام تختار السيستم سوفت وير على طول. يعني الباك جراوند بروجرام انا اقول لك ايه مثلا؟ الحاجه اللي ورا البرنامج اللي بيتحكم لي في، او الحاجه اللي ورا البرنامج اللي بيتحكم لي في السيستم بتاع الكمبيوتر. الباك جراوند معناه كده مثلا، اول الحاجه اللي ورا البرنامج، او الحاجه اللي بتشغل البرنامج اللي بتخليني اتحكم في الكمبيوتر سيستم. فهو بيقول لي برده ان السيستم سوفت وير ميدييتور بين الابلكيشن بروجرامز والكمبيوتر سيستمز هاردوير. يعني هو بيبقى ميدييتور او وسيط، الوسيط بين البرامج وبين سيستم الكمبيوتر نفسه. يعني هو اللي بيتحكم في الوسيط اللي ما بين البروجرامز وبين الكمبيوتر سيستم. زي برضو بيقول لك از ويل از بين الكمبيوتر وبين المستخدم نفسه. بس ومن امثلته الويندوز واللينكس واليونكس. اما بقى الابلكيشن سوفت وير، البرامج اللي بتسمح للمستخدم ان هو يبرفورم او يعمل سبيسيفيك تاسكس على الكمبيوتر نفسه، يعني مهمات محدده على الكمبيوتر، دي اسمها ابلكيشن سوفت وير. لكن البرامج اللي بتخليني اقول للكمبيوتر يعمل ايه ده اسمه السوفت وير. والبرامج اللي بتخليني اتحكم في السوفت في الكمبيوتر سيستم، دي السيستم سوفت وير. فرق بين الثلاث تعريفات ده الله يبارك لك، لان هما شبه بعض. فميز كل واحده بكلمه. اقول الكمبيوتر يعمل ايه ده اسمه السوفت وير. اتحكم في الكمبيوتر سيستم، ده اسمه السيستم سوفت وير. اعمل مهمه محدده على الكمبيوتر، ده اسمه الابلكيشن سوفت وير. لكن الوورد بروسيسنج او سوري، ده بيقول لك كمان الابلكيشن سوفت وير دي يعني، وبيقول لي امثله على المهام المحدده اللي انا اعملها على الكمبيوتر، اللي هي زي الوورد بروسيسنج والبلينج جيم، بريبيرنج تاكسز، بروزنج ذا ويب كده. يعني العب، اتصفح، اعمل بروسيسنج لاي وورد، اجهز تكست، حاجات زي كده، العب لعب كده بالظبط. يعني الاوبريتنج سيستم دي كولكشن اوف بروجرامز، يعني مجموعه من البرامج بتمانج الاكتيفيتي اللي بتحصل في الكمبيوتر او بتحصل في الكمبيوتر سيستم. يعني مجموعه من البرامج بتعمل إدارة على النشاط اللي بيحصل داخل الكمبيوتر. يعني في مثلا نشاط زي، هضرب لكم مثال، يعني مثلا أنا أقول لكم إيه، طيب يعني برامج معينة بتتحد مع بعضيها فبتعمل إدارة أو تفعيل لحاجة جوه الكمبيوتر. يعني هي ده فيما معناه، يعني اللي ده اسمه الأوبريتنج سيستم أو عملية نظام التشغيل أو نظام العمليات في الكمبيوتر. يعني هو بص، هو من الآخر كده البرامج دي هي اللي بتتحكم في نشاط الكمبيوتر، او اذا كان هو تقدر يعني البرامج دي تشغل البرنامج ده. هل ده يعني هل ده اليوزر ده عاوز البرنامج ده ولا لا؟ يعني ده على حد اللي انا فهمته. فبيقول الفيتشرز اوف اوبريتنج سيستم، او مميزات النظام التشغيل، بيقول لي الانترفيسنج ويز يوزرز، او التعامل مع بين اليوزر والتاني. وتاني حاجه البوتنج الكمبيوتر، اللي هو زي فتح الكمبيوتر او تشغيل الكمبيوتر. والتالت تاني بعد كده المانجنج ريسورسز اند جوبز، اللي هي اداره المصادر واداره الوظائف. والفايل مانجمنت، اداره الفايلات والملفات. والسكيورتي اللي هو الاب.
وفي واحده نسيت عليها، كونفيجرنج ديفايس، اللي هي تكوين او تشغيل الاجهزه يا جماعه. بس كده نخش على السلايد اللي بعد. بيقول لي التايبس اوف الاوبريتنج سيستم، ايه هي انواع الاوبريتنج سيستم؟ اول حاجه اللي هو نظام الدوس واليونكس، اللي هما الاثنين دول اللي بينطبقوا تحت مسمى الكوماند لاين يوزر انترفيس اللي هو السي يو اي، اللي هو منهم الاثنين اللي هما الدوز واليونكس. بعد كده الجرافيكال يوزر انترفيس اللي هو الجي يو اي. الجي يو اي يبقى التايبس في نوعين من الاوبريتنج سيستم، السي يو اي والجي يو اي. السي يو اي بيتكون منه الاثنين منه اللي سوري السي يو اي بيتكون من دوز ويونكس، لكن الجي يو اي بيتكون من الويندوز واللينكس والماك. الجي يو اي ده بيبقى موست وايدلي يوزد جي اي توداي، اللي هو بيبقى مستخدم حاليا وبيبقى هو الدارج وموجود في عالمنا حاليا يعني، وهو منه الويندوز واللينكس والماك. لكن السي يو اي ده اللي هو الدوز واليونكس. اول حاجه هنتكلم عن الدوز، هو الدوز ده جايب صوره في السلايد فانا هكبر السلايد. فالدوز بيكون من 6 حاجات اللي هو الكوبي والداير والديل والرين والسي دي والفورمات. هو بصوا، هو انا كلمت الدكتور عليها وقال لي ان هي مش عليكم، وفي نفس الوقت هو الدكتور على ما اعتقد ان هو ما شرحهاش، فيعني انا هسيبها عشان وقت الفيديو بس، عشان ايه، فاللي خايف انها تيجي فيقراها يعني لو هو مقلق. لكن هو ان شاء الله يعني ايه، الاسئله حتى بتاعت الكتاب اللي بتبقى اللي انا حليتها يعني مش موجود منها اي حاجه غير هو بس الداير اللي هي بيقول لك ان هي بتاع display the names of files stored in the storage، اللي هي بتعرض الاسماء بتاعت الفايلز اللي بتبقى بتتخزن على الستورج ميديم اللي بتبقى موجوده في الاف درايف. بس هو حتى يعني ايه كان حتى لو هيقول لك بكبيره مثلا، لو هيسالك عن الدوز هيسالك عن انواع دي مثلا. بس انا كلمت الدكتور قبل كده وقال لي ان هي مش عليكم يعني. فنسمي الله ونخش برضو على ويندوز كده السلايد اللي بعده. فطبعا كلنا عارفين ويندوز ولينا ذكريات معاه حلوه كتير يعني ويندوز. فهو بيقول لك البرايمري بي سي اوبريتنج سيستم ديفلوب باي مايكروسوفت كوربريشن، اللي هو تم تطويره عن طريق شركه مايكروسوفت، وهو ده اول بي سي اتعمل يعني اول بي سي برايمري عامه. فاول حاجه هنبداها الويندوز 1.0 ثرو ويندوز 3 اوبريتنج انفايرمنت فور دوز نوت فول فليجد اوبريتنج سيستم. فيما معناه ان الويندوزين دول يعني مش انظمه تشغيل كامله، ما كانوش كاملين لما اتعملوا يعني. تاني حاجة الويندوز 95 والويندوز 98 اللي بيستخدموا كنفس السيميلر جي يو اي، اللي احنا الجي يو اي ده اللي هو الجرافيكال يوزر انترفيس زي ما احنا رجعنا هنا وبصينا عليه. فبس فهو بيقول لك ان هو بيستخدم نفس السيميلر جي يو اي تو ذا وان يوزد ويز ويندوز 3.x. في ويندوز ثاني اسمه ويندوز 98 سكند اديشن، ده زي ايه، ده الابديت بتاع الويندوز 98. هو بس هو بيقول لك اللي سكند اديشن ده الابديت الجديد بتاعه، طلع سنه 99 وفضل زي ايه انستولد بيز اوف اولدر البي سي از راننج ويندوز 98 اس اي. هو زي ايه، زي من الحاجات، هو بيقول لك زي من الاجهزه القديمه، سوري، من الاجهزه القديمه اللي لسه شغاله بطريقه الويندوز 98 يعني. من هو يعني ده يعني انا مش عايزك تعرف غير ان الويندوز 98 السكند اديشن ده الابديت الجديد بتاع الويندوز 98، وان هو كان ساعتها في 1990 كان شغال هو بنفس نظام ال 98. وبرده ال 95 وال 98 بيقول لك انا عايز بس تعرف ان هو يوزد ا سيميلر جي يو اي بس. والويندوز ان تي اللي هو نيو تكنولوجي ده اول جهاز او اول فيرجن او اول تحديث اتعمل عليه، اللي هو عن طريق بال 32 بت. 32 بت ده كان ساعتها كان مكسر الدنيا بقى، 32 بت وتخرب الدنيا عليه، وبروسيسور كان كويس، وكان بيقول لك ديزايند فور ا هاي اند ورك ستيشن اند سيرفر. كان يعني كان السيرفر بتاعه كان كويس جدا يعني، وكان ساعتها كان 32 بت الفيرجن ده كان اللي هو انا عايزك بس برضه تعرف ان الويندو ان تي النيو تكنولوجي ده اول فيرجن اتعمل عليه 32 بت اللي هو اسمه الويندوز نيو تكنولوجي. وده بيبقى الهاي اند ورك ستيشن يعني عنده هاي اند سيرفر، السيرفر بتاعه كان عالي وكان كويس جدا يعني. بعدها الويندوز ام اي او الميلينيوم اديشن اللي هو زي بص، هو ويندوز مي اللي هو الويندوز بتاعي، فانت جاي من كلمة مي اللي هو ايه، ممكن ديزايند فور الهوم، الهوم بيبقى موجود في البيت، فانت ميزة مي دي يعني موجودة معايا في البيت.
فهو بيقول لك بيعمل امبروفد الهوم نتورك نتوركينج اند شيرد نتورك انترنت كونكشن. فهو يعني ايه استعمال منزلي اكتر. فهو بيقول لك بيعمل امبروف للهوم نتوركينج وشيرد انترنت كونكشن، يعني بيشارك الاتصال بالانترنت، يعني عنده امكانيه ان هو يبقى في انترنت يعني. بس فانا مش عاوزك تعرف غير ان هو الويندوز مي ده ليه علاقه بالهوم، زي ما انت انا عايزك تربط بكل كل ويندوز بكلمه معينه. زي نرجع تاني الويندوز 95 و98 يوز ذا سيميلر جي يو اي، ال 98 السكند اديشن ده الابديت بتاع ال 98، والويندوز ان تي ده انا عايز بس تربط ان هو ده اول اصدار ب 32 بت. كذلك المي اللي هو الميلينيوم اديشن ده بتاع البيت. بس الويندوز 2000 ده بقى ده اللي هم الويندوز 2000 ده اللي هم صنعوه بديلا للويندوز ان تي اللي هو النيو تكنولوجي اللي احنا قلنا ان هو اول فيرجن ل 32. فبيقول لك برضو ان هو يعني بدلوه بالويندوز ان تي، وهو كان was geared toward high end business workstation، ان هو كان معمول للايه للناس اللي هم الناس بتوع شركات الاعمال والشركات المتطوره وزي المحلات التجاريه المتطوره، وايه وان هي مثلا بيقول لك support for wireless device، وبرده كان بيقول لك support يعني support for wireless devices اللي هو كان بيدعم الاجهزه اللاسلكيه يعني. بعد كده الويندوز اكس بي ده اللي هو احنا عشنا معاه طفولتنا كلها، اللي احنا وبيقول لك بقى اللي بدلوه بالاتنين اللي هما ايه الويندوز مي والويندوز 2000. الويندوز اكس بي ده كان حاجه عظمه ساعتها بقى لما بدلوه باللي يعني انا عايز برضه تعرف ايه ان الويندوز 2000 بدلوا الان تي وجابوا ال 2000، يبقى بدلوا الان تي وجابوا بدلوا ال 2000، لكن الاكس بي بدلوا ال 2000 والويندوز مي وجابوا الاكس بي اللي هو بقى كان ايه كان معتمد على الويندوز ان تي اللي الويندوز 2000 استبدلوه جابوا الويندوز 2000. انا توهتك انا عارف، ثواني انا هقول لك تاني افهم اظبط لك الدنيا دلوقتي. ويندوز الان تي يعني اقولها لك من تاني، ويندوز الان تي شالوه جابوا مكانه الويندوز 2000. حلو كمل معايا. اللي هو الويندوز 2000 ده اللي هو احنا قلنا شغال للشركات المتطوره والبيزنس والتجاره وكده، جابوا بعدها الويندوز اكس بي استبدلوا ما است... جابوه استبدلوه مكان مين؟ الويندوز 2000 والويندوز مي. بس احفظها كده بس. وهي اصلا الويندوز اكس بي بقى اللي هو ايه بيزد اون او مرتبط او يعني مرتبط بالويندوز ان تي تكنولوجي او قائم عليه او يعني من اساسياته، ان هو يعني ماخوذ من الويندوز ان تي تكنولوجي، وان هو بيقول لك ان هو مور ستابل اند باورفول ذان ايرليير فيرجن اوف ويندو. كان ساعتها كان اللي هو كان اقوى من كل الفيرجن اللي اتعملت قبليه من قبليه كمان، وكان مستقر جدا وكان قوي جدا، وكان يعني كان زي ما بقول كان خارب الدنيا يعني، وكان من احدث الاصدارات اللي نزلت اللي كانت مرتبطه زي ما ريليتد تو مالتي ميديا والكوميونيكيشن. كان سهل جدا ان انت تعمل كوميونيكيشن مع حد، ومالتي ميديا بقى اللي احنا قلنا اللي هي تبع الانفورميشن، صور بقى ملفات تحملها بقى، كان الاكس بي كان كويس. فتاني نراجع الحته دي تاني عشان ما نلفش، لان الويندوز صعب شويه. الويندوز 1 والويندوز 3 احنا قلنا الاوبريتنج ده بيبقى موجود او بيبقى ايه فول فلاجد اوبريتنج سيستم، اللي هو يعني ايه ما كانش لسه كامل يعني ما كانش متكامل ساعتها. سيبك من اول ويندوز ده، الويندوز ال 95 وال 98 احنا قلنا اربطه بكلمه ايه يوز ذا سيميلر جي يو اي. الويندوز 98 ده السكند اديشن، ده الابديت الجديد بتاع الايه الويندوز 98، حتى يعني زود كلمه سكند اديشن يعني ده الابديت بتاع ال 98. بعدها الويندوز ان تي اربطه بايه بالاثنين، اول فيرجن نزل لل 32 بت او حتى، وكمان ديزاين يعني كمان خد معلومه زياده ديزاين فور هاي اند ورك ستيشن اند سيرفر. بعديها الويندوز مي بتاع البيت اللي هو ما بيعملش حاجه غير ان هو بيعمل ايه امبروفد الهوم نتوركينج وشيرد انترنت كونكشن. ده المي ده بقى. الويندوز 2000 جه فشلوا اللي هو بدلوه مكان الان تي، الناس اللي كانت بتستعمل ان تي يعني جابوا ال 2000 بداله، يعني فيما معناه يعني ليه، لان ان هو بيقول لك ايه ان هو كان كويس، وفي نفس الوقت الشركات الكبيره ورجال الاعمال كانوا بيستعملوه في الشركات والتجاره العالميه وكده يعني. وبعدين الويندوز اكس بي بدلوا جه وبدلوه بالايه بالويندوز 2000 والويندوز مي. بس فانت ايه وبعد كده وبيقول لك ان هو ايه بيشغال زي الانتي تكنولوجي نفس الكلام. الانتي تكنولوجي ما افتكر ان هو ايه اول فيرجن نزل لل 32 بت، بس هو كان مور ستيبل وكان باورفول عن كل الفيرجنات القديمه اللي جت عنده، وكان اصدار حديث ومرتبط بالمالتي ميديا والكوميونيكيشن.
ووصلنا لاخر تحديث للويندوز اللي هو الويندوز فيزيتا، ده اللي فيه كل الويندوز بقى 7 8 9. ده بيقول لك ذا موست ريسنت فيرجن اوف ويندو، ده كان احدث حاجه بس ساعتها، اللي هو الفيزيتا اللي هو في كل الاجهزه اللابتوبات دلوقتي. فخليكم معايا كده، هو بيتميز بايه الويندوز فيزيتا ده؟ اول حاجه هو بيقول لك هو بيتميز بان هو ايه، بالايرو فيجوال انترفيس. احفظها كده، يعني ايه الايرو فيجوال انترفيس؟ ده اسم مثلا ايه الفيجوال انترفيس. بص هي ملهاش ترجمه بالعربي اللي هي باللغه العاميه عندنا، لكن هي ايه الواجهه البصريه الاوريو اللي إيه ايرو، اللي هي مثلا هي احفظها كده لان هي ملهاش ترجمه مثلا تفهمها، او انا ما عنديش معلومه اقولها لك عنها يعني الصراحه. فالايرو فيجوال انترفيس دي بتتميز بثلاث حاجات: الترانسبيرنسي يعني الشفافيه، انيميشنز برضو اللي هي الرسوم المتحركه، واللايف سامبنلز اللي هي زي الايه مثلا، اللي هي الحاجه اللي هي علاقه صور مثلا مصغره، صور حيه المصغره اللي هي بتبقى زي الانيميشن برضو دي. فالويندوز فيزيتا طبعا هو احدث اصدارات الويندوز، وبيتميز بالاوريو فيجوال انترفيس اللي هي بيبقى فيها الانيميشن والترانسبيرنسي اللي هي الشفافيه. وبيقول لك برضو ان الفيزيتا ستارت مينيو از مور ستريم لايند يعني اكثر انسيابيه، بس مش فاهم هنا ايه معناها، بس انت اعلم عليها برضو ان هي ان الفيزيتا دي از مور ستريم لايند. وبرضو بيتميز ان هو بيبقى ليه سكيورتي فيتشرز او مميزات امان يعني، او ميزات امنه يعني. في نفس الوقت بيعمل على تحسين الشبكات والمالتي ميديا، اللي هي يبقى بيعمل على تحسين نتوركينج والمالتي ميديا، وعنده اديشنال فيتشرز او ميزات اضافيه زي السايد بار والانستنت سيرش. يعني زي السايد بار ده اللي هو الشريط الجانبي اللي بيبقى اللي هو يا جماعه اللي هو البروبريتريز اللي هي بتبقى في الويندوز تحت الكمبيوتر على الشمال، دي بتبقى اللي هي زي ايه السايد بار والانستنت سيرش اللي هو البحث الفوري. الحاجات دي برضو موجوده في الموبايل عندنا، بس انا بنتكلم هنا على ويندوز بس. ان الهاردوير ريكويرمنت فور فيزيتا هاف انكريزد اوفر ايرليير فيرجن اوف ويندوز، يعني الاصدارات القديمه بتاعه الويندوز سوري، الهاردوير ريكويرمنت بتاعتها بتزيد يعني الريكويرمنت على الهاردوير بيزيد، على عكس مثلا ايه الاصدارات القديمه ما بتبقاش متطلبه حاجات تانية، لكن مثلا لو في اصدار حديث بيبقى في حاجات زياده، فبتتطلب جهد اكتر، بتتطلب اوبشنز زياده، فاهمني؟ فده المقصد من الجمله دي. ففي اربع اصدارات نزلت: الهوم بيزك والهوم بريميوم والبيزنس والالتيميت. الالتيميت ممكن يكون مشهور والهوم بريميوم برضو، لكن احنا نحفظ الاربعه: الهوم بيزك والهوم بريميوم والبيزنس والالتيميت. اخر اتنين ويندوز موجودين معانا الويندوز سيرفر والويندوز هوم سيرفر. الويندوز سيرفر اوف ويندو او سوري السيرفر فيرجن اوف ويندوز ده يعني اللي ويندوز سيرفر بيقول لك ده سنه 2008، ده يعني موست ريسنت فيرجن، لان انا غلطت في سوري غلطت في السلايد اللي قبله وقلت ان اللي هو الفيزيتا ده احدث اصدار نزل في الويندوز، فاثار ان الويندوز سيرفر هو احدث حاجه، او ممكن يكون الويندوز هوم سيرفر هو الويندوز هوم سيرفر احدث نيو اوبريتنج سيستم بيزد اون اللي هو تحت، فده احدث حاجه اللي هو الويندوز هوم سيرفر. فانا اسف لو قلت معلومه غلط. فنرجع للويندوز سيرفر، هو بيقول لك ان ده الموست ريسنت فيرجن، وبيقول لك بيحتوي على العديد من السيرفرز سوري او عديد من الخدمات زي الويب بلاتفورم والسبورت فور فيرتاليزيشن والنيو سكيورتي تولز والستريم لايند مانجمنت تولز. انت لازم بس تعرف ان الايه الويندوز سيرفر ده الموست ريسنت فيرجن، وبرده هو مش هيجيب لك برده موست ريسنت فيرجن، لان في كذا يعني ايه كل عصر ينزل له ويندوز فقال لك ان ده موست ريسنت فيرجن، فاهمني؟ لكن احدث حاجه خالص لو سالك عليها هي هتبقى الويندوز هوم سيرفر يعني. فانت عايز اللي بيتميز بايه الويندوز سيرفر ان هو في سنه 2008 وفي كذا سيرفيس كتير زي الويب بلاتفورم وسبورت فور الفيرتلايزيشن
يبقى تاني معلش، هي بيتضمن مجموعة متنوعة من الخدمات زي الويب بلاتفورم اللي هي هترجمها لكم، اللي هي منصة الويب، والسبورت فور الفيرتواليزيشن اللي هو دعم الايه مثلا، الفيرتواليزيشن يعني زي البصرية او الظاهرية او حاجة زي كده، فما علينا. نيو سيكيورتي تولز، ادوات امنة جديدة، ادوات امان جديدة، والستريم لايند مانجمنت تولز، ادوات ادارة مبسطة او ادارة انسيابية او سلسة، يعني ادوات اداره سلسه. بعد كده الويندوز هوم سيرفر، ده اللي بيقول لك انه النيو اوبريتنج سيستم بيزد اون الويندوز سيرفر، احدث حاجه نزلت في الويندوز سيرفر، او يعني بيقول لك احدث حاجه نزلت في الويندوز سيرفر بس مش في الويندوز عامه، فيعني الويندوز هوم سيرفر ده احدث حاجه نزلت في الويندوز سيرفر، لكن احدث حاجه نزلت في الويندوز يا جماعه خلي بالكم، الموست سيرفر، الموست ريسنت فيرجن في الويندوز هو الويندوز سيرفر، لكن النيو اوبريتنج سيستم بيزد اون الويندوز سيرفر يعني احدث حاجه في الويندوز سيرفر هو الويندوز هوم سيرفر، لكن احدث حاجه في الويندوز هو الويندوز سيرفر، فيعني ايه خلي بالكم من الحته دي. فماله الويندوز هوم سيرفر يا جماعه؟ بروفايد سيرفيسز فور ا هوم نتورك، يعني اكيد بيوفر خدمات لشبكه البيت، وبيبروفايد برضو اكسس تو شيرد الفايلز، يعني ان انت بيسمح لك ان انت تعمل شير للفايلز او الملفات اللي معاك. وبرضو بيقول لك يو كان باك اب اول ديفايسز اون ذا نتورك اوتوماتيكلي، اللي هو انت ممكن تنسخ الجهاز على الشبكه اللي هو تلقائي واحتياطي، اللي هو ممكن تعمل نسخ احتياطي على الجهاز، تعمل نسخ احتياطي لكل الاجهزه اللي عندك بشكل تلقائي، يعني هو بيعمل ده بتلقائي ان هو بينسخ جميع الاجهزه على الشبكه نسخ احتياطيه بشكل تلقائي. نيجي بقى للماك، الماك ده يا جماعه اللي هو نظام التشغيل الخاص بجهاز الكمبيوتر الخاص بشركه ابل، وكمان يعني بيزد اون ذا يونكس اوبريتنج سيستم، يعني هو متاخد او قائم عليه ايه اليونكس اوبريتنج سيستم. بعد كده انا عندي نوعين من الماك اوس اللي هو ليوبارد والسيرفر. الليوبارد ده اللي هو الموست ريسنت بيرسونال فيرجن، احدث اصدار نزل في اللي هو البيرسونال، احدث اصدار شخصي نزل، لكن الماك اوس السيرفر ده هو الموست ريسنت سيرفر فيرجن، اللي يعني ده احسن ريسنت نزل في السيرفر نفسه او في الايه في اصدارات السيرفر. بحيث يعني انا بتكلم كده من حيث ايه، مثلا لو قال لك مثلا الليوبارد ده most recent server version ولا most recent personal version، اكيد الليوبارد هو البيرسونال فيرجن، لكن السيرفر most recent server version. وبيبقى بيحتوي على ايه بقى؟ بيحتوي على السبورت فور ال 64 بت، المعالج ال 64 بت. احنا قلنا ان الفيرست 32 بت الفيرجن بتاعه كان في اهو، كان في الويندوز ان تي او النيو تكنولوجي. اوعى تنسى يا جماعه الحاجات دي هتلخبطك، بس لازم ترجع تراجع عليها تاني يعني ان شاء الله. فنرجع للماك كده، احنا قلنا ان الماك والسيرفر يعني بيحتوي على ايه، سبورت يعني عنده دعم المعالج بتاعه 64 بت، وسفاري ويب بروزر اللي هو ايه المتصفح بتاعه اسمه سفاري يعني. بعد كده يا جماعه جينا لليونكس، هو بيقول لك ان زي ايه اوبريتنج سيستم ديفلوبد ان ذا ليت 1960 او في الستينات فور ميد رينج سيرفرز اند المين فريمز. هو بيقول لك ان تم تطوير نظام التشغيل في اواخر الستينات اللي هو للميد رينج سيرفر والمين فريم، اللي احنا قلنا لما خدنا في اول شابتر انواع الكمبيوترات او اي كمبيوترز يعني وكده، اللي هو الميد رينج احنا قلنا ده اللي هو الخوادم المتوسط المدى، والمين فريم اللي هو الحواسيب المركزيه. بس هو بيقول لك ان الميني variations many variations of Unix are in use today، يعني احنا بنستعملها على قيد الاستخدام، يعني ان احنا بنستعملها لحد وقتنا هذا، يعني العديد من انواع اليونكس بقى عن طريق مالتي يوزر ومالتي تاسكينج اوبريتنج سيستم، يعني العديد من الايه من انظمه التشغيل ومن يعني من المهام المتعدده والاشكال المتعدده، يعني او المالتي يوزر يعني مستخدمين كتار وتاسكينج كتير يعني. بس هو مشكلته ان هو مور اكسبنسيف وريكوير ا ليفل اوف ا هاير ليفل اوف بي سي، محتاج هاير اوف بي سي واكيد بروسيسور عالي، لان اليونكس ده من احسن الاجهزه اللي اصلا يعني صعب ان لو في هاكر مثلا حد يعرف يخترقها يعني، فيعني دي حاجه اعلى من الماك واعلى من الويندوز، فعشان كده يعني هو بيقولك ان هو غالي. فهو بيقولك ان هو بيريكوير ا هاير ليفل اوف بي سي نوليدج
and tend to be harder to install، اللي هو يعني انت صعب ان انت تعمل له صيانة او تعرف تثبته، يعني صعب جدا، مش زي مثلا الويندوز اي حد يعرف يعمله. وبرده من الصعب ان انت ابجريد، يعني صعب ان انت تحدثه، يعني بالنسبة لبقية الاوبريتنج سيستم التاني اللي هو الماك والويندوز سهل ان انت تحدث، سهل ان انت تلعب فيه. لكن اليونكس ده بالذات في ناس اللي هم الكبار المبرمجين الكبار بيمسكوا الانظمه التشغيل اللي زي اليونكس، لان زي ما قلت لكم من شويه ان هو صعب ان انت تخترقه. يعني لو شفت انت اغلب الشركات اغلب الشركات الكبيره جدا اللي مثلا بتبقى مهدده ان هي تتسرق، ان في هاكر يجي يسرق البيانات بتاعتها، بيستعملوا اليونكس ده. يعني وبيقول لك برده ان اليونكس ده اصلا المصطلح ده بيشير الى ان بيشير الى ايه بيشير الى اليونكس ذا اوريجينال يونكس اوبريتنج سيستم. وبيقول لك now refers to a group of similar operating system based on Unix، اللي هي مجموعة من أنظمة اليونكس بتشغل ال أو قائمة أو تشغيل قائمة على تشغيل اليونكس، اللي هو يعني group of similar operating systems، يعني مجموعة من الأوبريتنج سيستم. مثلا يعني مثلا ونفرض الأوبريتنج سيستم اللي احنا قلنا عليها ويندوز و السي يو اي والجي يو اي الحاجات دي، هي بقى اليونكس شغال عليه. group of similar operating system بتعمل لي اليونكس ده. نيجي بقى للينكس. اللينكس ده يعني فيرجن اوف يونكس، يعني فيرجن من الفيرجنات بتاعت اليونكس، ومتاح من غير التشارج اوف ذا انترنت، اللي هو مثلا من غير اي تكلفة على النت، موجود يعني مجاني زي اي فيرجن بينزل، اللي هو ايه متاح لاي فيرجن ينزل، مش زي مثلا اليونكس اللي هو كان قلنا عليه من شوية ان هو غالي. هو increasing being used with the PCs servers والمين فريم والسوبر كمبيوترز، انه يعني بيتم استخدامه بشكل بزياده يعني مع اجهزه الكمبيوتر اللي هي اللي احنا قلنا عليها السيرفرز والمين فريم والسوبر كمبيوتر، اللي هي الحاجات الكبيره دي اللي هي زي السيرفر والمين فريم والسوبر كمبيوتر، اللي هو ايه كويس وامن وكل حاجه هنتكلم عنه دلوقتي. فعشان كده بيستخدموه في الاجهزه الكبيره زي السوبر كمبيوتر والمين فريم والسيرفرز والبي سي. هو بيقول لك از اوبن سورس سوفت وير، يعني هو سوفت وير بتاعه زي ايه مفتوح المصدر، بيتم تعديله يعني يعني ممكن حد يعدله، اللي هو has been collaboratively modified by volunteer programs all over the world، اللي هو مثلا لو انت ممكن تعمل له اي edit، انت ممكن مفتوح مصدر يعني انت ممكن تعمل تعديل عليه يعني بشكل تعاوني. هو بيقول لك بشكل تعاوني بواسطة المبرمجين اللي هو المتطوعين في جميع انحاء العالم. بعد كده originally used a command line interface، most recent versions use GUI. اخ هنا بقى بيقول لك ان هو ايه تم استخدامه في الاصل، يعني ايه ان هو كايه بيستخدم كاحدث الاصدارات. يبقى هنا انت عندك هنا في الحته دي يعني معلومه مهمه ان هو most recent version use GUI، لان احنا قلنا فاكرين هنرجع كده نشوف الجي او اي. ايه الجي او اي؟ اللي هو احنا قلنا الويندوز واللينكس والماك. فاللينكس هو قال ان هو احدث اصدار في الجي او اي. بعد كده strong support from mainstream companies such as Sun, IBM, HP and Novell. يعني هو بيقول لك معلومه ان اللينكس ده بيحصل على دعم قوي من الشركات الرئيسيه زي شركه IBM وشركه HP وشركه نوفل وشركه سن، والشركات كبيره يعني ممكن بتعمله دعم وبتطوره يعني. وقلنا زي ما هو قال فوق ان احنا بنستخدمه في الكونسيومر، قبل بنستخدمه في البي سيز والمين فريمز والكونسيومر ابلاينسز. فبيقول لك ان الجروينج انتجريشن بتوين لينكس اند اذر اوبريتنج سيستم از ا ريسنت ديفلوبمنت، يعني بيقول لك ده من التطور الحديث ان يحصل فيه زي ايه تكامل ونمو بين اللينكس وبين انظمه التشغيل التانية. ان هو مثلا مش زي الاي او اس، مثلا مش زي الماك مثلا ممكن ما زي يا جماعه مثلا لو حد معاه موبايل ابل ما يعرفش يدي مثلا الاندرويد، ما فيش انتجريشن عند شركه ابل عامه، ما بتحبش تتعامل مع الاوبريتنج سيستم التاني. على عكس اللينكس هو بيقول لك ان ده في تكامل، ان هو انت بتقدر تتعامل بين اللينكس، مش لينكس وبين التاني، لا ده انت ممكن تتعامل بين لينكس وويندوز، لينكس ويونكس، لينكس وماك كده. نيجي لاخر سلايد بقى يا جماعه في المحاضره خالص. انا عارف ان انا طولت عليكم وللاسف انا نزلته متاخر، فاعذروني انا اسف جدا يعني، وانا اسف لو في حاجات ما عرفتش افهمكم حضراتكم يعني، فاعذروني جدا يعني، لان انا الصراحه وانا انا قلت اساعد على قد ما اقدر والله يعني، مش لان انا لو في معلومه انا اعرفها عمري ما اخبيها عليكم يعني. فهنكمل يلا النت وير والسولرز.
فنظام النتور والسولرز ده، وبيقول لك هو نظام تشغيل بيستخدم على زي ايه widely used operating system for the PC based network، يعني بيستخدم على نطاق واسع من الشبكات القائمة على الكمبيوتر نفسها، اللي هو يعني ايه ممكن تتعامل بيه مع اغلب، يعني مع اغلب الاوبريتنج سيستم يعني. فيعني ايه يعني مثلا البي سي ممكن يبقى عليه لينكس يونكس ماك ويندوز. هو بيقول لك widely used operating system for البي سي based network، يعني هو نظام تشغيل بيستخدم على نطاق واسع للشبكات القائمة على أجهزة الكمبيوتر بس. بعد كده هو بيقولك developed by novel، novel هي اللي طورته، شركة novel العالمية هي اللي طورته. وبيقولك compatible directly with the server، the server version of Windows والماك واللينكس، يعني هو بيقولك هو بقى بيتنافس مباشرة مع إصدارات الويندوز والماك واللينكس. فبيقولك إن newest version، أحدث إصدار اللي هو النتوير 6.5 incorporates مش عارف اقرا صراحه، incorporates اللي هو يعني يدمج، يعني يدمج اللي هو open، يدمج الاوبن انتربرايز سيرفر، يعني هو احدث اصدار عنده اللي هو النتورك 6، بس مش عايز تعرف غير كده بس. يبقى انا راجع من الاول، هو بيقول لك ان هو بيستخدم على نطاق واسع مع اجهزه الكمبيوتر التانية، ونوفا هي اللي طورته، وان هو بيتنافس مع الاصدارات التانية بتاعت الاوبريشن سيستم اللي هي الويندوز والماك واللينكس، واحدث اصدار ليه اللي هو 6.5. نيجي بقى لاخر حاجه، السولاريس اللي هو اليونكس بيزد، يونكس بيزد اوبريتنج سيستم ديفلوبد باي سان، سان مايكرو سيستم فور سان كمبيوترز، شركه سان عامه يعني هي اللي طورته. لكن اللي طورت النتور هي مين؟ نوفل. نوفل هي اللي طورت نتو نوفل هي اللي طورت نتوير، لكن السولرز هي اللي طورته مين؟ صح. وايه تاني؟ ماك يا جماعه، ماك طور طبعا كلنا عارف ماك اللي هو يعني شركه ابل، والويندوز يا جماعه صح، والويندوز برضو شركه مايكروسوفت. فخليك عارف نتوير يبقى المايكروسوفت، ويندوز نوفل نتوير، سول بتاع ده صن طورت السولرز، ماك ابل. تمام يا شباب، فنكمل اللي هو يعني ايه تم تطويره بواسطة هو بيقول لك ان هو السولرز ده اصلا يعني ايه تم تطويره بواسطة اليونكس، يعني السولرز يعني ممكن يبقى اللي هو ايه شبه اليونكس بالظبط، وطالما شبه اليونكس يبقى طورته شركة سان. فتاني نرجع السولرز، السولرز يبقى احنا قلنا تم تطويره بواسطة يونكس، نظام التشغيل القائم عليه بقى، يبقى نظام التشغيل القائم عليه هو اليونكس، والسان هي اللي طورت السولرز. بعد كده هو بيقول لك can run on desktop system and server as well as well as on on some sub computers super computer، اللي هو بيقول لك ان هو ممكن تشغيله على انظمة الديسكتوب، وبرده زي اللي هو الديسكتوب سيستم والسيرفرز زي بعض السوبر كمبيوترز او الكمبيوترات العملاقة. يعني نيجي بقى لاخر فيرجن، اخر فيرجن اللي هو سولرز 10، النتورك كان اخر فيرجن اللي هو ايه او النيوست فيرجن اللي هو النتورك 6.5. وده بقى بيقول لك is designed to run across a variety of platform in a safe efficient and stable manner، اللي هو ازاي تم تصميم احدث اصدار للتشغيل يعني عن طريق شوية مجموعات متنوعة من الانظمة، انظمة اساسية بطريقة امنة وفعالة وبطريقة مستقرة بس. فانت كده خلاص خلصت الحمد لله يا جماعة الحاسب كده، انت بعد ما تخلص ان شاء الله كده الحاسب تطلع على طول تحل تراجع الملزمة الاخيرة كده، وشوف انت اكيد انت كده يعني ممكن هتنام وتصحى هتشوف الفيديو، فالله اعلم انت هتشوفه امتى. فالمهم الله يعينكم على الفيديو، الصراحة هو فيديو طويل وانا اسف ان انا اخرته، وممكن كده باين خد دقيقة 47 دقيقة، فانا اسف جدا، كان نفسي افيدكم يعني لو كنت تسمعوه، بس يعني ايه يا رب حد يستفاد بيه يعني.